صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا مصطفى. صباح الخير عليك يا جمانة، وكل سنة وانت طيبة. سنة وانت طيب. كل سنة وحضراتكم كلكم طيبين. هلت علينا الأيام المباركة والليالي العظيمة اللي بترفع فيها الأعمال إلى الله، وهي ليلة النصف من شعبان اللي هتبدأ النهاردة من بعد صلاة المغرب ولحد صلاة الفجر بكرة إن شاء الله. ربنا يديم علينا جميعا الخير والبركة والمغفرة ويجعلها كلها أيام مباركة بمشيئة الله. اللهم أمين. طبعا يا مصطفى، يعني ليلة النصف من شعبان هي ليلة يستحب فيها الإكثار من الطاعات والعبادة، لأنها ليلة يستجاب فيها الدعوات، وفيها تم تحويل قبلة المسلمين من بيت المقدس إلى البيت الحرام إكراما للمصطفى صلى الله عليه وسلم، اللي كان بيتمنى على الله أن تكون القبلة إلى بيت الله الحرام. فنزل قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. صدق الله العظيم. وده كان في ليلة النصف من شعبان يا مصطفى. صحيح، الليلة دي كلنا عارفين يا جمانة لها فضائل عظيمة جدا. هذه الليلة ترفع فيها الأعمال إلى الله عز وجل، يغفر للتائبين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر شعبان، فلما سئل عن ذلك قال: هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. علشان كده من فضائل شهر شعبان هو التأهب والاستعداد لشهر رمضان بالصلاة والدعاء وصلة الأرحام وغيرها من كافة الأفعال الصالحة من أجل التطهر من المعاصي ودخول شهر رمضان خاليا من كافة الذنوب. ربنا يتقبل يعني صالح أعمالنا جميعا. ليلة مباركة وأيام عظيمة بتعتبر منحة إيمانية، يجب علينا اغتنام هذه الأيام في التقرب إلى الله بالطاعات من صيام وصلاة وصدقات وقراءة قرآن وصلة الأرحام. ربنا يرزقنا جميعا خير هذه الليلة ويديم علينا أيام الخير والبركة. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، كل سنة وحضراتكم بألف خير. صباح الخير عليكم. صباح الخير يا مصر. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، وخلينا دلوقتي نصبح على زميلتنا دينا شرف ونروح نتعرف منها على آخر أخبار المرور في القاهرة الكبرى وباقي المحافظات. صباح الخير يا دينا. صباح الخير يا مصطفى. صباح الخير يا جمانة. صباح السعادة والتفاؤل على كل المصريين. وكل سنة وأنت طيبة. وكل سنة وأنت طيبة يا مصطفى. طيب. وكل سنة والأمة العربية والإسلامية بألف خير يا رب إن شاء الله. وتبقى النهاردة بترفع أعمالنا فعلا كده، وتكون أعمال طيبة وحسنة، ويتقبلها مننا ربنا، ويتقبل منا كمان صيام شهر رمضان المبارك بإذن الله إن شاء الله. خلينا دلوقتي أخدكم في جولة مرورية، وهنبص على شوارع القاهرة والمحافظات، وخصوصا إن الناس بدأت تنزل. هنبدأ جولتنا من القاهرة، لأن في إغلاق كلي لأحد اتجاهين طريق الأوتوستراد لتنفيذ أعمال مشروع القطار الكهربائي سريع عند تقاطع مع طريق الأوتوستراد، وبيستلزم الأمر إجراء تحويل لحركة المرور بالاتجاه الآخر بالتبادل، وكمان استكمال أعمال تنفيذ أعمال الغلق الكلي لاتجاه القادم من مناطق التبين تجاه مناطق المعادي، مع تحويل الحركة المرورية للاتجاه الآخر، وده هيكون لمدة شهر.
لو كملنا في اتجاه الكورنيش هنلاقي كثافات مريه بسيطه باتجاه منطقه وسط البلد، وكمان بالنسبه لكوبري اكتوبر المتجه للعباسيه هنلاقي هناك سيوله مريه حتى غمره، لكن اللي مكمل في اتجاه العباسيه هنلاقي كثافات بسيطه بتزيد مع ساعات الذروه الصباحيه. ولو تابعنا شارع صلاح سالم هنلاقي هناك سيوله مريه كبيره، وهنفضل ماشيين لحد نفق الملك الصالح اللي بيشهد كثافات مريه نسبيه في الوقت الحالي. هنفضل مكملين لحد كوبري الروضه وهناك برضه في بعض الكثافات. كورنيش النيل بدات الكثافات تزيد عند المظلات والساحل ومنطقه وسط البلد، ودي كثافات طبيعيه بسبب زياده اعداد السيارات. اما الكورنيش المتجه الى المؤسسه ففي سيوله مريه، وناخد بالنا ان كوبري 15 مايو بتظهر عليه كثافات اعلى منطقه الزمالك، ده بسبب اعمال توسعه الكوبري وربطه بمحور 26 يوليو الجديد ده. مكملين معاك وجولتنا بشوارع الجيزه، وفي اغلاق جزئي للطريق الدائري الاوسطي اعلى تقاطعات المحور المركزي والمحور المركزي الموازي وطريق جمال عبد الناصر دون تعطيل حركه المرور، كمان في غلق كلي لطريق امتداد محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من ميدان جهينه اتجاه طريق الواحات، وتحديدا بالمنطقه المواجهه لمدخل نادي 6 اكتوبر وميدان الحصري. في بعض التحويلات المريه على محور 26 يوليو ده بسبب اعمال التوسعه. القادم بقى من ميدان لبنان اتجاه كوب اكتوبر للنزول يمينا اتجاه محور المهندس شريف اسماعيل المستحدث، ثم الدوران والعوده مره اخرى اتجاه محور 26 يوليو، ثم الصعود مره اخرى للمحور بمنطقه ابو رواش اتجاه اكتوبر القادم من اكتوبر اتجاه ميدان لبنان. سيتم استخدام حارات التوسعة المستحدثة بواقع عدد 6 حارات مرية على أن تكون مدة تنفيذ الأعمال 75 يوم. أما القادم من الدائري اتجاه أكتوبر لسه الطريق مغلق بسبب اتجاه إجباري من خلال نفق حازم حسن إلى محور 26 يوليو أو محور رود الفرج. ولو رحنا بقى لشارع الهرم اللي بيشهد كثافات مرية ده بسبب غلق الشارع في الاتجاهين، كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات، وكمان ظهرت كثافات أخرى في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاء ومبابة، ولكن بالنسبة لمحور صفت ففي كثافات مرية بتزيد في الاتجاه إلى جامعة القاهرة. هنكمل جولتنا معاك ونروح لمحافظة القليوبية، والقادم من الزراعي بتظهر كثافات مرية بطريق اسكندرية الزراعي ده بسبب زيادة أحمال السيارات، والكثافات كمان بتبدأ من بعد نزلة كوبري أليوب حتى مطلع الدائري في الاتجاه القادم من الأقاليم وصولا إلى القاهرة، وحتى الطريق الدائري واللي أصبحت قليلة بشكل كبير بعد انتهاء أعمال توسعة الطريق اللي بيشهد الاتجاه الآخر كثافات متقطعة، ده وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كثافات مرية بتظهر بالطريق لمنع ظهور زحام مروري للمركبات. لكن بالنسبة للقادم من الزراعي متجه للدائري سواء الجيزة أو المرج هيلاقي هناك سيولة مرية ما عدا بعض الكثافات البسيطة لكنها مش مؤثرة بشكل كبير. أما اللي من منطقة الدلتا وهيستخدم طريق شبرا بنها الحر علشان يتجه لمناطق شرق القاهرة والتجمع بيفضل إن هو يمشي على محور الفريق العصار مرورا بالشارع الجديد في شبرا الخيمة. مكملين معاكم جولتنا المرية وهنروح بورسعيد، وهنلاقي فيه سيولة مرية في معظم الشوارع ما عدا بعض الكثافات نتيجة المعتادة طبعا في ساعات الذروة الصباحية، زي شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية بسيطة هتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. ولو هنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرية، من طرح البحر هنروح شارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع. أخذنا حضراتكم في جولة مرية على معظم محافظات جمهورية مصر العربية، هرجع مرة تانية لمصطفى وجمانة علشان نبدأ معكم فقرة صباحية يا مصر. شكرا لك يا دينا. شكرا. شكرا. وكالعادة بيكون معانا في صباح الخير يا مصر مجموعة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم، لكن دايما بنبدأ معاكم بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أبرزها استقبال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق وتأكيد سيادته على دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق. كمان امبارح عبرت السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية عن سعادتها البالغة بالحديث مع سيدات مصر الملهمات، وكمان حضرت احتفالات اليوم العالمي للمرأة تحت شعار المرأة المصرية أيقونة النجاح. تفاصيل في سياق هذا التقرير.
في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحمد الشمسي الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبو ظبي، وأكد الرئيس اعتزاز مصر بعلاقتها القوية والمتميزة مع دولة الإمارات الشقيقة بقيادة الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، والحرص على مواصلة التعاون المثمر والبناء في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين المصري والإماراتي. امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق، وأكد الرئيس دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق والاعتزاز بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين. كما أعرب الرئيس على حرص مصر على تفعيل وتنويع أطر التعاون الثنائي المشترك في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، والإسراع في تنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين وفقاً لاحتياجات الشعب العراقي، وبما يعزز التكامل بين الجانبين ويحقق الأهداف التنموية المشتركة، بالإضافة لمواصلة العمل في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الشقيقة. امبارح عبرت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عن سعادتها البالغة بالحديث مع سيدات مصر الملهمات، وكانت قرينة رئيس الجمهورية أعربت عن سعادتها بحضور احتفالات اليوم العالمي للمرأة تحت شعار المرأة المصرية أيقونة النجاح. وقالت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: لقد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار السنوات الماضية على الاهتمام بمكانة المرأة المصرية وتقدير دورها في المجتمع حتى أصبحت تتولى مناصب حيوية لم تكن متاحة لها من قبل. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ونظيره العراقي محمد شياع السوداني جلسة مباحثات موسعة، وتم استعراض عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي توسيع أطر التعاون المشترك والعمل من أجل زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين. امبارح نفت الحكومة الشائعات اللي ترددت بخصوص زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسيرفيس بالمحافظات تزامناً مع تحريك أسعار البنزين. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قال إن تعريفة الركوب لجميع سيارات النقل الجماعي والسيرفيس بكافة محافظات الجمهورية ثابتة كما هي دون أي زيادة، لأنه لم يتم رفع سعر السولار وتم تثبيته عند 7 جنيه 25 قرش للتر، وقال إنه في تكثيف للحملات التفتيشية بالتعاون مع الجهات المعنية بكل محافظة لضبط أي محاولات لمخالفة تعريفة الركوب. في جولة المحافظات معنا مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح، كان منها وضع حجر الأساس لنادي الهيجن والفروسية في الوادي الجديد، وكان منها الانتهاء من 82% من أعمال إنشاء مستشفى طنطا الجديد في محافظة الغربية. كمان امبارح في المحافظات تم تنظيم قافلة طبية لأهالي تل العمرنة بدير مواس في المنيا، وبدء حملة نظافة وتعقيم المساجد في السويس استعدادا لشهر رمضان. تابع باقي أخبار محافظات الجمهورية في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الوادي الجديد اللي شهدت وضع حجر الأساس لنادي الهيجن والفروسية بمدينة الخرجة على مساحة 400 فدان وباعتمادات مالية تقدر بحوالي 40 مليون جنيه، وده في إطار الحرص على نشر ثقافة الممارسة الرياضية وجعل الرياضة أسلوب حياة والارتقاء بالصحة العامة ضمن توجيهات القيادة السياسية. في دمياط دخلت المحافظة ضمن 3 محافظات تم اختيارهم لتنفيذ مشروع التحكم الآلي لشبكات توزيع الكهرباء، واللي بيعد مشروع قومي بيتم تنفيذه بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا، وبتشمل المرحلة الحالية محافظات القاهرة والإسكندرية ودمياط، وبيتضمن المشروع مراقبة 10 محطات محولات كهرباء و42 لوحة توزيع كهرباء و175,000 عداد ذكي. في الغربية بيتم تنفيذ أعمال مشروع إنشاء مستشفى طنطا العام الجديد والمقامة بتكلفة 618 مليون جنيه لتكون بديلة عن مستشفى البنشاوي العام، وأعمال التنفيذ وصلت حالياً لـ 82%. في البحيرة أعلنت الغرفة التجارية بالمحافظة بدء تقديم خدمة التوقيع والختم الإلكتروني بمقر الغرفة بمدينة دمنهور، وده في إطار تنفيذ توجهات الدولة في تطبيق منظومة التحول الرقمي وإصدار الفاتورة الإلكترونية. في الدقهلية تم إطلاق حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا الجرعة التنشيطية بداية لمن هم في عمر 12 عام فما فوق والجميع الفئات على مستوى المحافظة. في المنيا هيتم تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية تل العمرنة بمركز دير مواس خلال النهاردة وبكرة، وده في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج ليهم بالمجان. في جامعة بني سويف تم تنظيم مسابقة للشطرنج بمشاركة 22 كلية وأكثر من 45 طالب وطالبة لاختيار الفائزين لتمثيل منتخب الجامعة.
في السويس انطلقت حملة تنظيف المساجد استعداداً لاستقبال ضيوف الرحمن بشهر رمضان الفضيل، وتم تكليف مدير إدارات الأوقاف والمفتشين للمرور على المساجد والإشراف على أعمال التطهير. في أسوان تم تنفيذ قوافل طبية متنقلة لتقديم خدمات الكشف الطبي المجاني لأهالي قرية وادي عبادي وقرية عنيبة، وده ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة. القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على 2292 مواطن بجانب تقديم خدمات الفحص والأشعة وتحاليل الدم وصرف العلاج بالمجان. دلوقتي نرجع مرة تانية لزميلتنا دينا شرف عشان تعرفنا على آخر أخبار الطقس في القاهرة والمحافظات. اتفضلي يا دينا. بشكرك يا جمانة، وفعلا في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، يمكن 10 درجات النهاردة. ملحوظ جدا فعلا. خليني دلوقتي أخدكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، والطقس هيكون مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، لكن في شبورة مائية الصبح بتكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. هناك فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 23، وأعلى درجة حرارة هتكون في الوادي الجديد 37، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 19 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية. مشاهدينا دلوقتي خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا المستمرة معكم لغاية الساعة 10 صباحا. مرحبا بحضراتكم من جديد، ولسه فقراتنا مستمرة معاكم في صباح الخير يا مصر. دلوقتي تعالوا نشوف أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة، وكمان أيضا المباريات اللي هتتلعب في الجولة 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهينظم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدورة التدريبية للمهارات القيادية بعنوان إعداد فريق تنظيم الفعاليات المختلفة، وده خلال الفترة من 6 ل 9 مارس 2023 بمقر المعهد. وتتضمن الفعاليات مجموعة من المحاضرات عن التعامل الإعلامي وفن القيادة ومحاربة الأفكار الهدامة والمتطرفة. النهاردة هتغلق وزارة الداخلية باب التقديم لحج القرعة اللي تم الإعلان عنه منذ عدة أيام، وأعلنت وزارة الداخلية البدء في قبول طلبات التقدم لحج القرعة حتى 6 مارس الحالي بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك. النهاردة هيعقد الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين مؤتمر صحفي للحديث عن تفاصيل بطولة الجائزة الكبرى للجودو للمكفوفين المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، واللي هتقام خلال الفترة من 9 حتى 18 مارس بالصالة المغطاة بمدينة برج العرب بالإسكندرية. النهاردة والعشاء الدوري المصري موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار الجولة 21 من عمر المسابقة. هيلتقي الداخلية مع غزل المحلة الساعة 3 العصر، و5 بالليل هيلتقي المصري مع طلائع الجيش. مشاهدينا نرجع مرة تانية لدينا شرف عشان تقول لنا آخر أخبار الطقس لكن بالتفصيل. اتفضلي يا دينا. شكرا ليكي جمانة. فعلا دلوقتي جمعتنا مع أخبار الطقس بالتفصيل، وهيئة الأرصاد بتوقع أن النهاردة في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، والطقس هيكون مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، لكن في شبورة مائية الصبح بتكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. برضه هناك فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية. تفاصيل أكثر عن حالة الطقس معانا على التليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. بعد على مدار تقريبا أسبوع كان هناك ارتفاع شديد في درجات الحرارة على مدار الأيام الماضية، لكن النهاردة في انخفاض حوالي 10 درجات. إيه أسباب الانخفاض ده، وهل هيستمر معانا ولا هترجع مرة تانية درجات الحرارة في الارتفاع؟
بالفعل يمكن احنا بالامس شهدنا ذروه ارتفاع في درجات الحراره وصلت العظمى على القاهره الكبرى فتره النهار 34 درجه مئويه، وده بسبب التاثر بالكتل الهوائيه الجنوبيه مع انخفاض الصحراوي اللي كان موجود وادى لارتفاع درجات الحراره واثاره الرمال والاتربه. لكن بتحول الكتل الهوائيه من الجنوبيه الى الشماليه وتاثرنا بكتل هوائيه شماليه قادمه من جنوب اوروبا بدات خلال فتره المساء درجات الحراره تنخفض. يمكن كان بالامس فرق بين فتره النهار وفتره الليل تجاوز 17 درجة مئوية. اليوم بالفعل متوقع خلال فترة النهار يكون في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بحوالي 10 درجات عن الأمس، لأن اليوم متوقع العظمى على القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية خلال فترة النهار، وده هيكون بسبب إن احنا بنتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط على سطح الأرض. كمان في طبقات الجو العليا على ارتفاع 6 كيلو من سطح الأرض موجود منخفض جوي بيعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة ويساعد بشكل كبير على انخفاض درجات الحرارة وإحساسنا بانخفاض درجات الحرارة فترة النهار، فتعود مرة أخرى الأجواء الشتوية الدافية فترة النهار أو المائلة للدفء خلال فترة النهار على المناطق الشمالية السواحل الشمالية الوجه البحري القاهرة الكبرى حتى محافظات شمال الصعيد. يمكن هتنظل الأجواء في جنوب الصعيد مرتفعة فترة النهار فالأجواء لسه عليها حرة خلال فترات النهار. أيضا خلال فترات الليل هيحصل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر، ونبدأ نسجل درجات حرارة ما بين 12 و11 درجة مئوية خلال فترة الليل، وتعود تاني الأجواء ما بين البرد إلى شديدة البرودة في أغلب المحافظات الشمالية، أجواء باردة فقط في المحافظات الجنوبية لأنها لسه تشهد ارتفاع درجات الحرارة. هل درجات الحرارة هتقل معانا عن 20 درجة خلال الأيام القادمة ولا هنبقى في المعتاد الجو مشمس ودافئ الصبح كمان؟ يعني هي تعتبر درجات الحراره دي المعدلات الطبيعيه لها ما بين 23 22 درجه مئويه، فاحنا لنهايه هذا الاسبوع اقل درجه حراره هنسجلها تكون 21 درجه مئويه وهو غدا الثلاثاء ان شاء الله. لكن وارد جدا درجات الحراره تنخفض، لكن ان شاء الله مش هتنخفض بالانخفاض الكبير فترات النهار زي طبعا الاجواء الشتويه اللي احنا كنا بنعيشها في فبراير، وتنخفض اقل من ال 20 ان شاء الله تكون 20 درجه مئويه فيما اعلى في موجات الانخفاض في درجات الحراره. لكن اللي هنحذر منه فترات الليل لان فترات الليل ده اللي هنحس فيها بالانخفاض الملحوظ في درجات الحراره خاصه ده ساعات الليل المتاخر فتره الصباح الباكر، كمان لما تكون الكتل الهوائيه نسب الرطوبه فيها منخفضه ده بيخلينا فتره الليل نحس اكتر بانخفاض درجات الحراره، فناخد بالنا ونأكد ان احنا ما نغيرش نوعيه الملابس بشكل كبير حتى لو غيرنا وخففنا فتره النهار لازم نحافظ فترات الليل على ارتداء الملابس الشتويه. بالاضافه كمان ان الظاهره الجويه اللي هتكون مؤثره معانا خلال الايام القادمه هو تكون شبوره ماء بالظبط، بالفعل شبوره مائيه فتره الصباح الباكر ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، ويمكن متوقع تكون كثيفه احيانا خاصه على الطرق المؤديه من والى محافظات الوجه البحري وبعض المناطق من السواحل الشماليه غدا باذن الله، فلازم ناخد بالنا من الشبوره المائيه. فرص الامطار يعني اليوم هتكون فرص امطار خفيفه على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط وبعض المناطق من حلايب وشلاتين، لكن بناكد ان هي فرص امطار خفيفه على فترات متقطعه غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه، ونسب الحدوث لا تتجاوز 30%. الاجواء الحمد لله ان شاء الله تكون مستقره لنهايه هذا. هو في سؤال مهم جدا ناس كتير بتساله وخاصه اللي بيعانوا من الجيوب الانفيه وحساسيه الصدر، هل في اتربه الفتره اللي جايه في الرياح مثيره للرمال والاتربه ولا الجو هيكون لطيف؟ يعني بصفة عامة الأجواء من اليوم لنهاية هذا الأسبوع مش هيكون في أي أتربة إن شاء الله ورمال مصارة، لأن معظم الكتل هتكون شمالية مش قادمة من المناطق الصحراوية. بالأمس بالفعل كان في أتربة واضحة في الجو ورمال مصارة، لكن إحنا داخلين على الربيع والربيع دايما بتنشط فيه الموجات اللي بيبقى معاها أتربة ورمال مصارة، فناخد بالنا دايما لازم نتابع النشرة الجوية ونعرف في أتربة ورمال مصارة ولا لا. لكن الحمد لله إلى نهاية هذا الأسبوع مطلع الأسبوع القادم إن شاء الله ما فيش أي أتربة ورمال مصارة إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية على المتابعة اليومية معانا لحالة الطقس. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها من القاهرة والعظمى 23 الصغرى 12 العاصمة الإدارية 24 11 اسكندرية 21 13 العلمين الجديدة 20 12 مطروح 19 11 دمياط 21 14 بورسعيد 21 14 إسماعيلية 22 14 السويس 22 13 العريش 20 13 كاترين 23 6
طابا 24/14، حلايب 28/14، شلاتين 30/15، شرم الشيخ 30/15، الغردقة 29/14، الفيوم 26/9، بني سويف 26/10، الوادي الجديد 37/17، أسيوط 27/10، سوهاج 30/11، قناة 32/12، الأقصر 35/15، وأسوان 37/16. حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس، خاصة كمان ناخد بالنا ان درجات الحرارة انخفضت حوالي 10 درجات، وبالليل كمان الجو هيكون بارد عن كده، فنخلي بالنا اللي خفف الملابس يرجع مرة تانية علشان ما نتعرضش لأدوار البرد. لكن الجيد في الموضوع ان احنا ما عندناش أتربة خلال او لحتى نهاية الأسبوع. هرجع مرة تانية لمصطفى وجمانة عشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. نشكرك يا دينا. شكرا لك. محافظة الوادي الجديد استقبلت قافلة جسور الخير 18 واللي بتنظمها جامعة المنصورة. القافلة دي بتعمل إيه؟ القافلة دي بتتضمن خدمات توقيع الكشف الطبي على كل الأهالي في كل التخصصات الطبية، وكمان أيضاً بتصرف الأدوية مجاناً. دي هي مصطفى، مش بس كده، كمان القافلة بتهتم بفكرة الكشف الطبي بجانب إنها بتقوم بتحويل الحالات الحرجة لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية اللازمة بالمستشفيات والمراكز الطبية التابعة لجامعة المنصورة. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن هذه القافلة من دكتور شريف خاط، رئيس جامعة المنصورة اللي معانا دلوقتي على التليفون. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وأهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضرتك جميعا، الأستاذة جمانة والأستاذ مصطفى وجميع الشعب المصري. اهلا اهلا يا دكتور. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. دكتورنا، يعني وضح لنا التخصصات اللي اشتملت عليها هذه القافله، بتعملوا ايه تحديدا وبتخدموا قطاع ايه بالظبط؟ هو طبعا ده بيكون برنامج بيتم الاتفاق عليه من بدايه العام الجامعي مع المجلس الاعلى للجامعات، وكان من ضمن البرنامج ان في قافله تطلع لقريه الخارجه بمحافظه الوادي الجديد، والحمد لله اتحركت يوم السبت، والقافله بتتضمن كل التخصصات الطبيه، بطنه، اطفال، رمض، اسنان، النساء وولاده، يعني كل، وعظام، اوعيه دمويه، كل التخصصات، وتشمل 32 طبيب وطبيبه وصيدلي وطبيب اسنان وجهاز اداري معاون لهم. الحمد لله بنغطي كل الكشوف الطبيه، وصرف الادويه بيكون مجانا من جامعه المنصوره، وده بيكون بدعم او بتعاون مع بعض الشركات. طيب دكتور شريف، يعني زي ما حضرتك بتتكلم عن فكره صرف الادويه، صرف الادويه، هل الادويه بتكون مع، يعني موجوده في مع القافله متوفره على اساس ايه؟ بتكون موجوده يعني على اساس ايه؟ هل بيبقى مثلا حد بيبقى في دراسه مثلا المكان اللي انتم متوجهين اليه، تعرفين ايه اكتر الامراض اللي ممكن تكون موجوده، على اساس ايه بتوفروا هذه الادويه يا فندم؟ طبعا بيكون في تنسيق مسبق على مدار الاسبوعين السابقين ما بين القافله، منسق القافله، وما بين المحافظه. الحقيقه معالي المحافظ الوادي الجديد بيمدنا بكل المعلومات، والقطاع الطبي بيمدينا بالمعلومات اللي هناك، وايه الحالات اللي موجوده، وايه الناس المتوقع ان هي تيجي، والامراض اللي ممكن يتعرضوا لها، وبيعملوا احتياطاتهم في كل الامور يعني. وفي حاله ان حصل نقص؟ تم تغطيته من هناك، يعني القافله بيبقى عندها احتياط كافي، ما فيش حتى هذه اللحظه دي القافله رقم 18 ما حدثش ان هم عندهم نقص في الادويه، لانهم بيبقوا واخدين كميه تكفي الحالات اللي موجوده هناك. طب عايزين يعني ناخد كده نظره عامه على محافظه الوادي الجديد. دي القافلة رقم 18 لمحافظة حدودية، بتعتبر أكبر محافظة في جمهورية مصر العربية من حيث المساحة، هل لها يعني اتساعها الصحراوي ده، هل لها أمراض معينة بيتم التعامل معها؟ هل الصحراء بتعمل حاجة معينة؟ هل حضرتك بتستعد بأشياء معينة وانت رايح هذه القافلة؟ هم أكتر حاجات بيكونوا فيها عليها قبول وعليها استعداد هي الأمراض البطنة، الرمض، الأطفال، دي اكتر تخصصات بيكون عليها قبول وبيكون فيها بعض المشاكل يعني. فالحقيقه طبعا الحالات العمليه اللي ممكن بتجرى هناك العمليات البسيطه، ولو في عمليات خطيره بتحتاج تدخل جراحي على مستوى اعلى بيتم تحويلها على جامعه المنصوره. طيب دكتور شريف، يعني بيتم تحويلها على جامعه المنصوره، بالنسبه برضو العمليات كمان مجانا يا فندم؟ كله مفيش. طيب. مواطن بيدفع اي حاجه، ودي توجيهات رئاسيه ان احنا كجامعه بيكون لنا دور في خدمه المجتمع،
وبنرفع عن كاهل المواطن اي تكلفه ماديه يعني تم منعها توجيهات وزاره التعليم العالي ورئاسه الجمهوريه. هايل يا فندم، بس يعني لو هيحتاج عمليه فهيتم نقله لجامعه المنصوره، ده برضو يعني هل بيبقى في مرافق مع المريض، فكره سفر المريض واقامه المريض؟ هو الاوراق بتاعته بتوصل في نفس اليوم الجامعه، بيتم اعداد له ملف. في الحاله دي المحافظه بتتكفل وبتتعاون في نقل المريض لنا في جامعه المنصوره، واحنا بنتولاه داخل جامعه المنصوره من الف الى الياء. ايوه. طب التنسيق المعلوماتي مع حياه كريمه بتقول لكم ايه وتقول تعرفكم ايه؟ بتدخلكم القرى معينه، بتقول لكم ان القريه دي محتاجه اكتر باعتبارها يعني دلوقتي هي الداتا بيز او هي صندوق بيانات الجمهوريه الجديده؟ طبعا بالنسبه لحياه كريمه هي حابب بذلوا مجهود غير عادي في هذا الملف، بيقولوا لنا احنا عندنا مثلا في المحافظه فيها كم مركز، فيها كم قريه، ايه القريه الاكثر احتياجا، ايه القريه اللي ممكن امكانياتها لا تسمح ان هي توفر لها الخدمه الطبيه، والشرائح الطبيه اللي موجوده اللي احنا بناء عليها بنبني عليها التخصصات بتاعه القافله. طيب طيب دكتور شريف، حضرتك تحدثت واحنا بنتكلم عن فكره اجراء العمليات، حضرتك ذكرت ان في اوراق بتكون مطلوبه من المريض، مظبوط يا فندم؟ تمام يا فندم. ايه الاوراق دي؟ يعني مثلا انا لازم اعرف بياناته الشخصيه، اخر تقرير طبي عنده، لو عنده اشعه، عنده تحاليل، انما بيتعدي الاشعه والتحاليل عندي في جامعه المنصوره بحيث اقف على الحاله المرضيه له. وعندنا اكثر من 250 حاله في الاربع سنوات اللي فاتوا عمليات اجريه على مستوى عالي، بالاضافه لان القافله غطت حتى الان يعني بتاريخ النهارده ما يقرب من 52,000 مواطن من 2018 حتى الان. ايوه. فالحمد لله يعني بيتم تغطيه شامله لكل يعني الامور اللي بيتعرضوا لها، ما بنسيبش حاجه لما نكون الحمد لله على تواصل معاها حتى تمثل الى الشفاء، سواء داخل القريه او اللي جاي للمنصوره. تمام. هل كل اللي في الحمله من جامعه المنصوره ولا في متعاونين من الخارج سواء من الاطباء او المنظمين؟ لا، هو كله في جامعه المنصوره من اطباء او جهاز اداري او هيئه معاونه، وفي الحقيقه يعني بودعهم يوم السفر وبستقبلهم يوم العوده، ويعني بنشكرهم، هو بيشتغلوا بدون مقابل يعني متطوعين. ايوه. طيب دكتور، يعني حضرتك تحدثت انه هذه القافله هي ليست الاولى من نوعها في الوادي الجديد، ويمكن حضرتك كمان ذكرت عدد المواطنين اللي استفادوا من هذه القافله، لكن بشكل عام يا فندم هل لاحظت انه في تحسن في الوضع الصحي بشكل عام في المحافظه؟ طبعا بما ان احنا بنتكلم عن هذه القافله اللي بتكون موجوده بشكل دوري. طبعا احنا عندنا مثلا من فتره كان في قافله راحت الشهر من في شهر 2 في اول شهر 2 لمدينه القصير. الحقيقه بيتعمل دراسه عن الوضع وبيتعمل تقرير وبيتم متابعته بحيث بنشوف مدى الاستجابه ومدى الانتظام في العمليات الطبيه، وفي نفس الوقت القافله بترفع من الكفاءه الطبيه في المستشفيات او الوحدات الصحيه اللي موجوده. بينشأ علاقة تبادلية ما بيننا وما بينهم، افترض احتاجوا أي دعم فيما بعد احنا بنمدهم بكل الدعم، لأن بيبقى في تواصل دائم ما بيننا وبين القرية اللي رحناها. هايل يا فندم. ونشكرك يا دكتور شريف، دكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، كل الشكر والتوفيق ليك وللفريق الطبي في محافظة الوادي الجديد، مهمة ثقيلة ربنا يعينكم عليها يا رب. اللهم آمين. طيب خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع آخر، ولاعب منتخب مصر لألعاب القوى إسلام عبد المعين عمل إنجاز رياضي كبير بفوزه بالمركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة العالم في لعبة أرنولد كلاسيك للمصارعة الأمريكية والمقامة في الولايات المتحدة. صحيح، يعني حاجة بتضاف لنا في سجل أبطالنا المصريين في الخارج. اللاعب إسلام عبد المعين ابن محافظة الأسكندرية وصل بعد مشوار طويل من الشغل والتعب والتمارين علشان يحقق أمنية غالية جدا ويرفع علم بلده وعلم مصر في هذه البطولة اللي بيشارك فيها أهم الأسماء في لعبة كمال الأجسام وألعاب القوى في العالم. وسط منافسات قوية بمشاركة لاعبين من 60 دولة، تمكن اللاعب إسلام عبد المعين لاعب منتخب ألعاب القوى المصري من الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة العالم في لعبة أرنولد كلاسيك للمصارعة الأمريكية والمقامة في الولايات المتحدة.
البطل إسلام عبد المعين حصل على المركز الأول ليحقق أمنيته برفع علم مصر أمام العالم بعد منافسات قوية تغلب عليها بالاستعداد والتمرين المكثف، خاصة أن بطولة أرنولد كلاسيك للمصارعة الأمريكية 2023 يشارك بها أكبر الأسماء في كمال الأجسام، بما في ذلك البطل ديكستر جاكسون وسيدريك ماكميلن وويليام بونك. وجاء فوز اللاعب إسلام عبد المعين ابن محافظة الإسكندرية بعد أن حصل على ميداليتين ذهب استطاع من خلالهما الحفاظ على اللقب للمرة الثالثة بعد فوزه في لعبتي البنش بريست والديد ليفت خلال مشاركته في مستر أولمبيا 2022 فئة القوى البدنية، وكذلك الميداليتين الذهبية والفضية في بطولة مستر أولمبيا في أمريكا أورلاندو 2021. فاز إسلام عبد المعين كذلك بالعديد من ألقاب كمال الأجسام على مر السنوات لكونه معروف بحجمه العضلي، وقال عنه سيدريك ماكميلن إنه أحد المخضرمين في هذه الرياضة، وقد جعلته لياقته البدنية القوية والرائعة من المميزين في تلك البطولة. زي ما تابعنا مع حضراتكم في سياق التقرير، البطل المصري إسلام عبد المعين لاعب منتخب ألعاب القوى اللي قدر أنه يحصل على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة العالم في لعبة أرنولد كلاسيك للمصارعة الأمريكية. وزي ما كنا بنسمع في التقرير منافسة كانت قوية جدا، شفنا كمان آراء اللاعبين الكبار العالميين في إسلام، كمان هذه اللعبة كانت بمشاركة 60 دولة. عندنا بيجرام جديد يتمنى ان يبقى عندنا اكتر من اسلام واكتر من بيجرامي. عندنا في الحقيقه في طفره يا جماعه في الاربع خمس سنين اللي فاتوا دي في عدد كبير جدا من الالعاب. طبعا النصيب الاكبر بيروح لكره القدم، ولكن الرياضات الشهيده اللي زي دي والرياضات الاولمبيه وحتى البارالمبيه عندنا فيها طفره كبيره جدا، وانا مبسوط ان حتى على مستوى الولايات المتحده الامريكيه ومستوى العالم في لعبه زي دي بيتابعها ملايين الناس اللي عندها شغف بالقصه دي يستطيع بطل مصر جديد. طبعا اكيد يعني، بس خلينا بقى نعرف تفاصيل اكتر من اسلام عبد المعين شخصيا اللي معانا دلوقتي من الولايات المتحده الامريكيه معانا عبر زوم. اسلام صباح الخير عليكم، نورنا في صباح الخير يا مصر والف مبروك. صباح النور على اهل مصر واهل بلدي، صباح الخير عليك يا جمانه، صباح الخير عليك يا مصطفى، مبروك الف مبروك. طبعا انا من امريكا اللي ادرس حضرتك، وانا فرحان جدا اللي انا طالع مع صباح الخير يا مصر، طبعا وسط اهلي وناسي وبلدي والناس اللي بتحبني، وبحمد ربنا واشكره اللي المصريين دايما بتعمل بصمه وعلامه في اي حته في جميع انحاء العالم. دي حقيقه يعني اسلام، الحقيقه يعني احنا كمان فخورين بيك جدا، حتى يمكن نبره صوتك في حد ذاتها موصله لنا قد ايه انت فخور وقد ايه انت مبسوط. ويمكن كمان واحنا بنتكلم عن الفخر وبنتكلم عن لعبه أرنولد كلاسيك، يعني ممكن نبقى الناس حابه تعرف تفاصيل اكتر عن اللعبه دي واللي قدرت توصل فيها وتحصل فيها على المركز الاول والميداليه الذهبيه فيها، كلمنا اكتر عنها. طبعا انا بحمد ربنا واشكر فضله، وانا تاهلت لبطوله أرنولد كلاسيك على بطل مستر اولمبيا 2022، وطبعا دي كانت من اقوى البطولات بطولات المحترفين. فاللي انا اتاهل في بطوله أرنولد كلاسيك لمصارعه الناس ريسلينج مصارعه امريكيه، دي بتبقى ثاني مرحله قبل بطوله سترونج مان اقوى رجل في العالم. فدي بتبقى مراحل على اساس الاختيار بيجي فيها على حسب البطولات المحترفين. اسلام يبدو ان احنا فقدنا الاتصال باسلام، واكيد هنحاول ان احنا نتواصل معاه مره تانية. يعني حسب حتى ما لو فهمت فين بالظبط ايه، حسب ما فهمت منه ان المفروض دي البطوله اللي بتكون قبل بطوله سترونج مان او اقوى رجل في العالم. واحنا بنتكلم ان عندنا ابطال الحقيقه يشرفوا، وزي ما انت كنت بتتكلم يا مصطفى فكره الالعاب الفرديه. أيوة. عندنا الالعاب الفرديه في مصر احنا بجد متميزين فيها جدا ومتفردين فيها جدا، لكن تبقى كل الانظار منصرفه لكره القدم. ايوه بالظبط كده. نرجع تاني لاسلام. اسلام اهلا بيك مره تانيه، سمعنا كويس؟ سامع حضرتك كويس، ربنا يخليك، اهلا وسهلا بحضرتك. طيب انت كنت بتقول لجمانة ان انت هتتأهل لبطولة تانية وانك بتجهز ليها وان دي بتعد احد البطولات المؤهلة ليها، بتستعد ازاي يعني؟
والنصر في هذه البطوله بطوله ارنولد كلاسيك بيمثل ايه برضو او بيضيف ايه للعبه او ليك او لمصر؟ الصوت مش واضح. طيب مره تانية، انت البطوله دي اللي هي بطوله ارنولد كلاسيك المكسب فيها او النصر فيها بالنسبه لك وبالنسبه لمصر؟ ارنولد كلاسيك بطوله طبعا عالميه اتلعبت سنه 89، بتلعب من سنه 89، بطوله قويه جدا بيشارك فيها جميع الالعاب الرياضيه على مستوى العالم، بطوله احترافيه في اكثر من 60 دوله. بطوله ارنولد كلاسيك من البطولات اللي هي مميزه، مش اي حد جاي على البطوله دي، لازم يكون لاعب محترف ولازم اسلام في حاجه. طيب احنا هنحاول نكلمه مره تانية، واضح ان في مشكله في الاتصال، لكن على اي حال يعني في حال ان احنا ما قدرناش نتواصل مع اسلام مره تانية، احنا بنبقى دايما سعداء انه في مصريين في الخارج قادرين هم يرفعوا راسنا في كل البطولات دي، لانه للاسف احنا بيبقى في كده فكره حتى عندنا احنا ان احنا ما نقدرش نعمل ده وما نقدرش نحقق ده. لا احنا نقدر، وزي ما بنتكلم مع حضراتكم يمكن معظم الناس في الشارع مش متابعه جيده الالعاب او الرياضات الفرديه في مصر، لكن فعلا لو تابعتوا الانتصارات والانجازات اللي بيحققها اللاعبين في الالعاب الفرديه حقيقي هتتبسطوا جدا وهتحسوا بالفخر بشكل كبير جدا يا مصطفى. كان عندنا لسه بسنت حميده كانت في الجري الزهره المصريه الجميله اللي عملت، كان عندنا الابطال في الالعاب البارالمبيه اللي كلمناهم امبارح، كان عندنا يعني نماذج كثيره جدا جدا جدا. على اي حال في انواع فاكهه غريبه بقت موجوده دلوقتي في السوق، زي فاكهه مثلا اسمها شيكو. الفاكهه دي هي نوع من انواع الفواكه الاستوائيه الغنيه بالفيتامينات والمعادن اللي بيحتاجها الجسم، وبتدخل هذه الفاكهه ايضا في صناعه عدد كبير من الادويه وبتعالج امراض كتيره. صحيح يا مصطفى، شيكو كمان انتشرت، او فاكهه شيكو انتشرت في العالم، لكن موطنها الاصلي في المكسيك وامريكا الوسطى. في فاكهه اسمها شيكو، هي نوع من أنواع الفاكهة الاستوائية الغنية بالفيتامينات والمعادن اللي بيحتاجها الجسم، وبتدخل في صناعة الأدوية وبتعالج أمراض كتير. انتشرت الثمرة دي في العالم وفي مصر، لكن موطنها الأصلي المكسيك وأمريكا الوسطى. بتعتبر فاكهة شيكو من أشهر أنواع الفاكهة الاستوائية الموجودة في جزر الكاريبي، وده لأنها مكونة من لب ناعم بيحتوي على سكريات بسيطة زي السكروز والفركتوز. انتشرت زراعتها في مختلف أنحاء العالم، خصوصاً كمان إنها من الفواكه الغنية بمركب بيعالج الالتهابات والجراثيم. الفاكهة دي كمان بتعتبر علاج طبيعي قوي للالتهابات ومضادة للأكسدة، وبتساعد في علاج بعض الحالات زي التهاب المعدة والتهاب المريء واضطرابات الأمعاء. كمان بتعالج القلق والتوتر، وبتحتوي على كمية كافية من فيتامين سي بتخفف من آثار الإجهاد وعلاج نزلات البرد. فاكهة شيكو بتحتوي أيضاً على فيتامين بيساعد على تعزيز الجهاز المناعي لمكافحة عوامل العدوى والحد من خطر الإصابة بالتهاب الرئة، وأيضاً إنقاص الوزن، وده لأنها واحدة من الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية اللي بتساعد على سد الشهية والحد من الرغبة في تناول المزيد من الكربوهيدرات وتقليل تخزين الدهون. بتتزرع الثمرة دي في شتلات على مسافة من 6 ل 14 متر، وبتبدأ شجرة الشيكو في إنبات الثمار بعد 6 ل 10 سنين عن طريق التطعيم اليدوي. دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز لأهم الأنباء بصحبة زميلتنا دينا شرف. دينا، شكرا لك مصطفى. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق والاعتزاز بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مشيرا إلى الثوابت الراسخة للسياسة المصرية فيما يتعلق بمساندة العراق وتقديم الدعم الكامل للشعب العراقي على مختلف الأصعدة، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. كما أعرب الرئيس السيسي عن حرص مصر على تفعيل وتنويع أطر التعاون الثنائي المشترك في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، وأيضا الإسراع في تنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين
وفقا لاحتياجات الشعب العراقي، وبما يعزز التكامل بين الجانبين ويحقق الأهداف التنموية المشتركة، بالإضافة إلى مواصلة العمل في إطار آلية التعاون الثلاثي مع الأردن. كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بعلاقاتها القوية والمتميزة مع دولة الإمارات الشقيقة، والحرص على مواصلة التعاون المثمر والبناء في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الرئيس التنفيذي لمجموعة مواني أبو ظبي محمد الشمسي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول مناقشة آفاق التعاون المشترك مع مجموعة مواني أبو ظبي، لا سيما في قطاعات تطوير المناطق اللوجستية والموانئ، حيث أعرب محمد الشمسي عن تطلع المجموعة لتعزيز التعاون مع مصر في ظل ما تتمتع به مصر من مقومات فريدة تجعلها مركزا لوجستيا إقليميا وعالميا. وصف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي المعارك الدائرة بمدينة بخموت شرق أوكرانيا بالمؤلمة والصعبة، وأشاد زيلينسكي بشجاعة الجنود الذين يقاتلون الجيش الروسي في شرق البلاد، مشيرا إلى أن الحرب تسببت في خسائر فادحة. وكانت هيئة الأركان العامة الأوكرانية قالت إن القرى الواقعة شمال وغرب بخموت تعرضت لهجوم عنيف، مشيرة إلى أن القوات الروسية تحاول محاصرة القوات الأوكرانية في بخموت. تنظم غدا النقابات الفرنسية تظاهرات ضخمة وإضرابات قابلة للتمديد في قطاعات استراتيجية لإرغام الحكومة على التراجع عن مشروعها الخاص برفع سن التقاعد. ومن البنود الرئيسية في التعديل الذي يعتزم الرئيس إيمانويل ماكرو إقراره، رفع سن التقاعد من 62 عاما حاليا إلى 64 عاما، وهي النقطة التي ترتكز عليها الاحتجاجات. ودفع مشروع القانون المطروح للبحث في مجلس الشيوخ ملايين الفرنسيين إلى النزول للشارع، وأثار مناقشات صاخبة في الجمعيات الوطنية الفرنسية. اندلعت صدامات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين أمام البرلمان في أثينا خلال تجمع احتجاجي بعد كارثة القطار في اليونان التي أودت بحياة 57 شخصا. وألقى متظاهرون زجاجات مولوتوف فيما ردت الشرطة بإلقاء قنابل غاز مسيل الدموع وقنابل صوتية في وسط العاصمة اليونانية. ومنذ اليوم التالي للحادث نزل يونانيون إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم، متهمين السلطات بالإهمال وتدهور البنية التحتية للسكك الحديد. تكشف الحكومة البريطانية ثلاثاء النقاب عن قانون جديد للحد من المهاجرين الذين يصلون إليها من أوروبا عبر القنال الإنجليزي. وأوضحت مصادر بالحكومة البريطانية أن القانون الجديد المقترح يعني الحكم بعدم قبول طلبات اللجوء التي يتقدم بها من يصلون على متن مراكب صغيرة، وسيتم نقلهم إلى دولة ثالثة في أقرب وقت ممكن. وزاد عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى الساحل الإنجليزي إلى أكثر من ضعف في العامين الماضيين، وكانت معالجة هذه القضية واحدة من خمسة أولويات رئيسية حددها في يناير الماضي رئيس الوزراء ريشي سوناك. ختام موجز الثامنة، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. مرحبا بحضراتكم مرة تانية، وهنروح دلوقتي لجامعة سوهاج. وفريق كلية العلوم في جامعة سوهاج قدر انه يصنع منتج محلي للروبوت متخصص في الكشف عن الإشعاع وقياس الجرعات الإشعاعية. كلنا عارفين ان الناس اللي شغالين في قصة الإشعاع وخصوصا لمرضى الأورام ممكن يتأثروا بهذا الأمر، ممكن
يعني يكون ليهم أضرار من المهنة اللي بيشتغلوا فيها. الروبوت ده هدفه حماية العنصر البشري من أنه يتعرض مباشرة للإشعاعات والملوثات. خلينا نفهم طبيعة هذا المشروع، اتعمل إزاي، بدايته إزاي، وهل هيتطبق ويبقى موجود في السوق ويقدر يحمي العاملين في هذه الفئة. عبر تطبيق زوم معنا الدكتور محمود هارون، المدرس المساعد في قسم الفيزياء بكلية علوم جامعة سوهاج. صباح الخير دكتور، وأهلا بحضرتك وألف مبروك. اهلا بيك يا دكتور. طيب في البدايه خلينا نبسط الموضوع للساده. اهلا بحضرتك. في البدايه لو ممكن نبسط للساده المشاهدين، ايه هو الروبوت ده، ايه وظيفته؟ هو في البدايه المشروع كان جهاز للكشف عن الاشعه وقياس الذرات الاشعاعيه لاستخدامه في المعامل الطلابيه، لانه الاجهزه اللي احنا بنجيبها من بره بتكون غاليه الثمن، صيانتها صعبه لانه هي مستورده وما ليش اكسس على الهاردوير او السوفت وير بتاعها. فكانت الفكره بالنسبه لنا والدكتور احمد رفعت زميلي معيد قسم فيزياء والجروب اللي احنا بدانا نشتغل معاه المشروع، ندى ومها وشيماء ومريم، ان احنا نبدا نعمل حاجه زي كده، يعني حاجه جهاز يستخدم في المعامل الطلابيه بتكلفة أقل ويكون صيانته سهلة بالنسبة لنا، عشان ما يبدأش الجهاز اللي يحصل فيه عطل أبدأ إيه أركنه على جنب وأحاول أجيب غيره وغالي الثمن زي ما أنا قلت في الأول. فالحمد لله إحنا قدرنا نبدأ نعمل الجهاز ده، وضفنا له متحكم إلكتروني اللي هو الأردوينو، متحكم بسيط، الكود بتاعه لغه سي بسيط بالنسبه لنا، نعرف نصينه من ناحيه الهارد، والدائره الالكترونيه برضه بتاعته بسيطه، بحيث ان انا اقدر اصين المنتج بتاعي بتكلفه بسيطه وانا اللي اصين بنفسي. الحمد لله تاكدنا من شغل الكاشف، قياس معايا الجرعات الاشعاعيه، كشف الاشعه، بدانا نحمله على روبوت ذات القياده. ايه روبوت ذات القياده؟ يعني انا اقدر، لاما هو في التراسونيك سنسور بيقدر يتحكم في الحركه بتاعته، ان هو مجرد ما يلقى حاجز يبدا يشوف المسافات يمينه ويساره، المسافه اللي هي متاحه بالنسبه له يبدا يتجه ليها. الكاشف ده الروبوت ده هو بيبنيني على ان انا احمل جهاز مثلا زي الانسبكتور، ده جهاز مستخدم في المعامل البحثيه، هو محمول يعني ينفع امسكه في الايد زي الموبايل كده، واروح انا بيه المقام اكتشف لو في تلوث، يعني لو عندي مثلا معمل في المستشفى او مقام جيولوجي رايح مكان، فيضطر ياخذ الجهاز ده معاه يروح يستكشف المكان ده. لا، احنا فكرنا في فكره الروبوت بعد كده عشان احمي العناصر البشريه دي ان هي تاخذ الجهاز بايدها وتبدا تتحرك بيه. في نفس التوقيت احنا عايزين الروبوت ده يكون هو، يعني احنا حاليا شغالين على ان احنا نعمل له تحكم عن بعد، يعني بحيث ان هو يبقى كمان مش التراسونيك سنسور بس يبدا يتحرك، لا، الالتراسونيك سنسور ده معايا كحاجه مساعده، انا بالفعل هبقى معايا اللابتوب بتاعي او الموبايل بتاعي وابدا اتحكم فيه عن بعد، هو في كاميرا بتستكشف لي المكان وانا ابدا اتحكم في حركته عن بعد، بحيث ان هو يروح ويبعث لي كمان الداتا اونلاين او على اي سيرفر او على اي حاجه باستخدام اي موديول، يعني انا هدرسه ضمن تطبيقات الاي او سي باذن الله. في نفس التوقيت نحن هنزوده، اختبرنا برضه ليه شريحه جي بي اس بحيث يديني اللوكيشن، يعني يرسم لي مثلا خريطه للمكان اللي هو فيه، انه الاماكن دي امنه، المكان ده فيه جرعه اشعاعيه عاليه، بحيث الناس تبدا تاخد احتياطات. يعني الكلام ده ملوش علاقه بقصه مرضى الاورام او كده، هو ليه علاقه بالاماكن اللي فيها اشعاعات يا دكتور؟ حضرتك في بعض مراكز علاج الاورام بتستخدم الاشعاع في العلاج. تمام. فهو هنا احنا البروجكت بتاعنا فيها يا اما مثلا في راديشن اليرت، يعني زي جهاز انذار للراديشن، لو حصل تسرب في مركز العلاج ده فيبدا يبعث لي مثلا رسائل او مثلا يبدا يدي لي انذار معين انه هنا في خطوره اشعاعيه عشان الناس تبدا تتعامل معاها. حلو. الروبوت مهمته في الوقت ده ان هو برضه يستخدم للكشف عن المكان ده، لو حصل تسريب اشعاعي، يعني لو بعالج الماده مثلا معين وحصل منها فقط جزء او جزء كده بيجي على الارض منها او حاجه زي كده، بيحصل بدل ما اضطر اقفل المستشفى او اقفل مركز العلاج الاشعاعي، الروبوت هو اللي يبدا يتعامل ويكتشف لي المكان ويبدا تيجي ناس متخصصه تتعامل مع ازاله المواد المشعه دي، بدل ما الطاقم الطبي اللي عندي هو اللي يتعرض لها. صح. طيب يعني برضو خلينا نفهم بشكل اكتر يا دكتور، يعني هل
المصادر بتاعت الإشاعات الضارة دي هل بتبقى زي ما حضرتك تحدثت مثلا من المستشفيات، ولا ايه أسبابها؟ يعني ايه مصدرها، وممكن تكون ولا ممكن تكون أماكنها فين؟ لا، هي مصادر الإشعاع دي يعني هي العينات المشعة دي بتجيبها مثلا المستشفيات علشان تبدأ تعالج بيها المرضى، يعني بتجيبها مثلا من أماكن التشعيع، ممكن مثلا هيئة الطاقة الذرية أو حاجة زي كده. فهي مصادر في المعامل الطلابية مثلا بتيجي مصادر مشعة، أو في المعامل البحثية بيبدأ يشتغل عليها الطلاب تجارب وزي كده. في مصادر إشعاع طبيعية دي اللي ممكن يتعرض لها مثلا الجيولوجيين أو الناس اللي بتشتغل في التنقيب والتعدين، فبتكون في صخور مثلا مشعة. يعني الزملاء قسم الجيولوجيا مثلا لما بيجي يشتغل على صخرة معينة أحيانا مثلا بيجيب لي عينة منها، أبدأ أنا أعمل لها تحت مثلا الكاشف اللي هو عداد جيجر مثلا، واشوفها له هل هي مشعه ولا لا، عشان هو يبدا تجربه عليها. هنا ممكن لو هي مشعه قد يتعرض لبعض المخاطر اثناء ما هو جايبها من الموقع نفسه لحد لما يوصل بها عندي. صحيح. ممكن تقعد معاه يوم واثنين، ممكن يحفظها في اناء غير امن او في علبه مثلا جزاز ويكون هي ما تعديش المدى. طب يعني ده بيحلنا لسؤال مهم او اهم، ايه هي الاضرار اللي ممكن يسببها الاشعاع على الانسان بشكل عام؟ الإشعاع الأضرار بتاعته بتكون على مر الزمن، يعني هي جرعات تبقى على مر الزمن ممكن تقول بيه على حسب الجرعة. فلو تعرض الجرعة عالية بتقول بيه الأمراض السرطانية. وحصل قبل كده في قرية معينة لما في عينة مشعة يعني فقدت من أحد الناس وبدأت أسرة أو أحد المزارعين لقيها كده وأخذها البيت، فالأسرة كلها حصلها أمراض سرطانية وأدت بها إلى الوفاة. يا ساتر يا رب. طيب دكتور محمود، هل هذا الجهاز هو مجرد دلوقتي بروتوتايب أو جهاز أولي، ولا بتعملوا على تصنيعه دلوقتي؟ هو في أي مرحلة؟ لا، حاليا بعد زيارة السيد الرئيس اللي الدعم اللي حصل لنا، حاليا الجهاز داخل في طور إن هو لا بالفعل يبدأ ينزل مصنع، وإن شاء الله يتواجد في المعامل الطلابية والبحثية، لأنه هو تكلفته أقل 50% من المستورد. عظيم. طب ممكن نطوره، ندخل فيه ذكاء اصطناعي AI، نربطه بإنترنت الأشياء، يعني المحاولات فين؟ هو بالفعل هو حاليا مع حضرتك ان انا ارقب شريحه دي بي اس، احنا بالفعل عملنا ست على الشريحه وحاليا هنبدا ننزلها على الروبوت، ان انا ابدا اخليه يبعث لي الداتا اونلاين مثلا عن طريق. لا، انا بتكلم في ذكاء اصطناعي يا دكتور، دي قصه ودي قصه ثانيه. جي بي اس غير الاي اي، الذكاء الاصطناعي ان هو يجمع المعلومات ويحللها ويديني نتائج، تشات جي بي تي يا دكتور. ينفع يا فندم، انا بقول لحضرتك من ناحيه الاي او تي اني ابدا ارقب نوت ام سي يو يبدا مثلا اتكلم معاه وهو يتكلم معايا كده، انا ادركته ضمن تطبيقات الاي او تي. تمام. ان انا ابدا اخليه يحلل البيانات، بالفعل ان انا اقدر ابدا ارقب برامج معينه، يبدا مثلا ياخد الداتا على مدار شهر في المستشفى ويقول لي امتى الاوجات مثلا اللي بيحصل فيها زياده، ويبدا مثلا يتوقع لي ايه اسباب الزياده دي او الحاجات دي. ينفع ادرسه فدي مثلا يعني خطوه قادمه لينا ان شاء الله، يعني احنا ماشيين باي ستيب، يعني المشروع ما نقدرش، هو المشروع عشان يبقى دخل فيه الذكاء الاصطناعي كده هو حاجه ضخمه، فاحنا لازم يعني ستيب باي ستيب ان شاء الله هيقول بينا الامر ان احنا في الاخر ندرسه ضمن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ويقدر هو يقوم ببعض عمليات التحليلات ويدي لي نتائج مباشره اقدر ابني عليها. عظيم. نفس التوقيت النتائج دي تقدر تساعدني حتى في العمليه البحثيه مباشره. صحيح. صحيح. تمام، نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور محمود هارون المدرس المساعد بقسم الفيزياء في كليه العلوم بجامعه سوهاج. في تقارير رسميه بتقول ان انتهاك حقوق الملكيه الفكريه بيكبد العالم خسائر سنويه حوالي 40 مليار دولار. تخيل انت لو بتعمل اغنيه، بتعمل فيلم، ومره واحده نزلته وكل الناس استفادت منه، هتنتج تاني؟ مش هتقدر تنتج تاني، عمر ده ما هيحصل. وقيس على ده بقى برامج هندسيه، برامج طبيه، كل هذه الاشياء. علشان كده الحكومه المصريه بتدعم اليات حمايه حقوق الملكيه الفكريه علشان تخلق بيئه تجذب جميع الاستثمارات. ده حقيقي مصطفى، كمان عشان يعني عشان كده مصر اقرت الاستراتيجيه الوطنيه لحمايه الملكيه الفكريه، واللي بتحظى باهتمام كبير جدا من الدوله المصريه، وبتسمح لمالك براءه الاختراع او العلامه التجاريه انه يستفيد من عمله
واستثمار، وده طبعا بيشجع قيام الصناعات المحلية وجذب الاستثمارات الخارجية، أيضا حماية المنتجات. خلينا نعرف تفاصيل أكتر دكتور فرج الخلفاوي أستاذ القانون ووكيل تسجيل حقوق الملكية الفكرية. صباح الخير على حضرتك يا فندم، نورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الفل يا حضرتك. أهلا بحضرتك دكتورنا. يعني في البداية إقرار مصر الاستراتيجية الوطنية لحماية الملكية الفكرية على المستوى الدولي بيلزمها بإيه في الداخل؟ خليني بس أشكر حضرتك على المداخلة والاهتمام بموضوع الملكية الفكرية. أهلا بحضرتك. اللي تعتبر ركيزة من ركائز الاقتصاد العالمي حاليا. طبعا. لأن في دول كثيرة عالمية بيقوم اقتصادها على الركيزة الأولى كملكية فكرية. أكيد. خلينا نقول إن التزامات مصر الدولية أطرت عليها اتفاقية دولية أبرمة سنة 1995، وموجبها مصر عدلت قوانينها الداخلية وعدت قانون موحد لحماية حقوق الملكية الفكرية، هو القانون رقم 82 لسنة 2002. وده اللي ألزم بحماية حقوق الملكية الفكرية داخل مصر، وده لأهمية الحقوق الفكرية عالميا ووطنيا، لأن ده بيشجع الإبداع وبيعمل اقتصاد وطني قوي وبيأمن المستثمرين اللي بيجي يستثمروا على أرضك أو في داخل دولتك. لأن أي دولة بتيجي تستثمر دلوقتي أو بتعمل نشاط تجاري أو صناعي، أول ما تبحث عنه هو الدولة بتحمي حقوق الملكية الفكرية أو لا. ففي حالة عدم حمايتها ده بيأثر على الاقتصاد الوطني وبيقلل كمان من الإبداع، لأن أي حماية حقوق الملكية الفكرية بتشجع المبدع والمبتكر إن هو يبدع نشاطه ويظهره للعلن ويقدر يستخدمه داخل السوق. صحيح. أصبح لزاما على الدولة وفاء لالتزاماتها الدولية إن هي تحمي حقوق الملكية الفكرية، وده بيتم بالفعل. طيب خلينا نعرف من حضرتك برضو البنود اللي بتنص عليها الاستراتيجية الوطنية لحماية الملكية الفكرية. تمام. أولا يعني ده احنا يعني نادينا كتير جدا بحماية حقوق الملكية الفكرية من بداية الألفينات، ولكن مع اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالملكية الفكرية وإطلاق الاستراتيجية نفسها، هي بتقيم على حتة محاور أهمها التوعية بالملكية الفكرية داخل المجتمع المصري. ومش كده وبس، لا، الاعتماد على الاختراعات الوطنيه وتنميتها ودعم المبتكرين والمبدعين وحمايه الملكيه الفكريه بكل صورها وكل انواعها. مش كده وبس، كمان ده تخصيص يعني هيئات مخصصه لكل فرع من فروع الملكيه الفكريه لحمايته ومتابعه تنفيذه والاستفاده من الاتفاقات المصريه ودعم المبدع والمبتكر داخل جمهوريه مصر العربيه. طيب الكلام على الارض مختلف عن اللي حضرتك بتقوله. انا النهارده لو عملت محل شاورما وسميته ابو مش عارف ايه ونجح، بكره هتلاقي فيه 30 محل شبهه. الارض حاجه واللي حضرتك بتقوله حاجه، اقنعني يا فندم. اللي احنا عندنا مشكله عندنا برضو قله التوعيه، خلينا نبقى منصفين. يعني مش كل الناس عندها ده علم يغفل عنه الكثير. لان ناس كثيره جدا بيبقى بتقع خطا لما تيجي تستكمل حق حقوق الملكيه الفكريه، بيجي يتكلموا او يجي لك في قضيه او يجي لك في مشكله عشان يستعلم منك او يستفسر منك اعمل ايه، يقول لك تقول له انت مسجل الحق الحقوق الملكيه الفكريه ده، يقول لك انا للاسف مسجله في الشهر العقاري. الشهر العقاري مش هو الجهه المنوط بها تسجيل حقوق الملكيه الفكريه. حقوق الملكيه الفكريه كل نوع وكل صف من الصف ونوع الملكيه الفكريه، سواء براءه اختراع، علامات تجاريه، مؤشر جغرافي، حق مؤلف، حق من حقوق المجاوره للمؤلف، كل حق من الحقوق دي لها مكان معين للتسجيل خاص بحمايه هذا النوع من انواع حقوق الملكيه الفكريه. فالناس بقى عندها خلط ما بين الجهه اللي مسؤوله عن حمايه حق الملكيه الفكريه والجهه الشهر العقاري، او ان هو ياخد عليه توقيع شهر عقاري او ان هو يسجله في الشهر العقاري، لان الشهر العقاري مش هي الجهه المنوط بها تسجيل حقوق الملكيه الفكريه. فبالتالي احنا الناس عندها استخفاف شويه، عندها عدم اهميه، مع ان اللي بيبقى مسجل حق حقوق الملكيه الفكريه وعامل عليه حمايه كما نص عليها القانون الملكيه الفكريه بيقدر يرجع على كل المعتديين، سواء هو بيدخل سلعته من بره مصر او بيستخدمها جوه مصر، او حتى لو بيستخدم اسمه التجاري وعلامته التجاريه في اي مكان. مش كده وبس، ده كمان بيرجع عليه بالتعويض اللي بيوصل لملايين. فاصبح خطوره الامر يعني لازم ناخد بالنا في عين الاعتبار بيها، ولازم نحرم التوعيه افضل. وكويس ان الدوله اطلقت الاستراتيجيه عشان نقدر نوصل لحمايه ونوصل لتوعيه ونوصل لدعم للمبتكر والمبدع ونحقق الهدف المرجو منه ان شاء الله. طيب يا فندم، يعني وزاره العدل تعاونت مع المنظمه العالميه للملكيه الفكريه، والحقيقه نشرت 16 حكم قضائي صادر من المحاكم المصريه في منازعات الملكيه الفكريه على المنصه
الإلكترونية للمنظمة. شايف حضرتك ده إزاي بيعكس فكرة الشفافية وحماية حقوق أصحاب العلامات التجارية؟ طيب خليني أقول لحضرتك وأضيف لحضرتك على كلامك كمان حاجة مهمة جدا. وزارة العدل اهتمت اهتمام بالغ بأمر حقوق الملكية الفكرية، لأن كنا بنعاني فيما سبق من قلة الخبرات وقلة القضاة المتخصصين في هذا المجال. ولكن دلوقتي وزارة العدل حددت محكمة المحكمة الاقتصادية للقبض في النزاعات الملكية الفكرية. مش كده وبس، عمل القضاة متخصصين وعندهم علم وحاصلين على دبلومات ودكتوراه في هذا العلم. وأضيف لحضرتك كمان إن هي بتشارك في ندوات دولية بتنظمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية الوايبو، سواء داخليا أو دوليا. فأصبح عندهم كوادر قضاء يقدر من خلال علمهم وخبرتهم صحيح. إن هم يطلعوا أحكام متخصصة في هذا المجال، وده اللي إحنا بنشوفه على أرض الواقع دلوقتي، وده بيساهم في حاجات كتير جدا إحنا كنا بنفتقدها زمان. يعني كنا بنفتقد إن أنت قاضي يبقى متخصص يقدر يعمل لك فقط صحيح حق من حقوق الملكية الفكرية منتهك أو مقرصا، فيقدر يعمل لحضرتك عليه حكم ويسببه، كنا بنفتقد ده. ولكن في الوقت الحالي إحنا بنشوف طفرة في هذا المجال وفي هذا القطاع اللي هو وزارة العدل بالتحديد. على اي حال احنا متفقين مع حضرتك، صحيح احنا خطينا خطوات، لكن ما زلنا بانتظار خطوات اكثر. اعتقد ده من اهم الاشياء اللي بتشجع الاستثمار. شكرا لك دكتور فرج الخلفاوي، استاذ القانون ووكيل تسجيل حقوق الملكية الفكرية. طيب دلوقتي خلينا نروح لدينا مرة تانية وتقول لنا آخر الأخبار الرياضية المحلية وأيضا العالمية. اتفضلي يا دينا. بشكرك يا جمانة، وفعلا دلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. أجمل بداية وأجمل حكاية الحظ يا ميسي للباحثين عن كرة. هذه كرة الإبداع. الديربي يبدأ مبكرا. هنبدأ معاكم جولتنا الرياضية مع فريق نادي الزمالك اللي قرر جهازه الفني بقيادة البرتغالي فريرا السفر لبرج العرب النهاردة علشان ينتظم في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا. مارسيل كولر المدير الفني الأهلي قرر يمنح فرصة المشاركة للبرازيلي برونو سافيو لاعب الفريق خلال المباراة اللي هتتلعب قدام المقاولين العرب، وده علشان يجهز يتم الاستعانة به في المباريات اللي جاية قدام سان داونز والقطن الكاميروني. الاتحاد العربي لكرة القدم أعلن عن مشاركة الزمالك وطلائع الجيش كممثلي الكرة المصرية في البطولة العربية نسخة عام 2023. مشاركة طلائع الجيش جاءت بعد اعتذار النادي الأهلي عن المشاركة، ومن المنتظر أن يتم إجراء قرعة البطولة النهاردة. فاز فريق شباب كرة اليد في النادي الأهلي على الزمالك بالنتيجة 28-24 في الجولة قبل الأخيرة من نهائي دوري المرتبط بالمحترفين مواليد 2002. وفي الدوري الإسباني حقق فريق برشلونة الفوز على فالنسيا بنتيجة 1-0 في المباراة اللي اتلعبت بينهم امبارح في الجولة 24 من الدوري الإسباني، وبالنتيجة دي تصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني ب 62 نقطة وبفارق 9 نقاط عن الوصيف ريال مدريد، وفالنسيا في المركز 19 برصيد 23 نقطة. التعادل السلبي حسب نتيجة مباراة ريال مدريد وريال بيتيز ضمن منافسات الجولة 24 بالدوري الإسباني، وبالنتيجة دي رفع ريال مدريد رصيده ل 53 نقطة في المركز الثاني خلف برشلونة اللي بيبتعد بالصدارة برصيد 62 نقطة وبيوسع الفارق بينهم للتسع نقاط. وريال بيتيس وصل للنقطة 41 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإسباني. بالنسبة للدوري الإيطالي حقق فريق إنتر ميلان فوز مستحق على فريق ليتشي بنتيجة 2-0 خلال فعاليات المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب سان سيرو في الجولة 25 من بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، وبيحتل إنتر ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي برصيد 50 نقطة، وليتشي في المركز 14 في جدول ترتيب المسابقة برصيد 27 نقطة.
فريق روما فاز على يوفنتوس بنتيجة 1-0 في المباراة اللي أقيمت بينهما امبارح في كلاسيكو الدوري الإيطالي، وده ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإيطالي. بالنتيجة دي روما بقى في المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 47 نقطة، ويوفنتوس في المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 35 نقطة. في الدوري الألماني اتعادل الفريق فولفسبورغ اللي بيلعب في صفوفه الدولي المصري عمر مرموش بنتيجة 2-2 قدام فريق أينتراخت فرانكفورت في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح ضمن مواجهات الجولة 23 من منافسات الدوري الألماني. شارك عمر مرموش في التشكيل الأساسي للمباراة وقدم مستويات متميزة منحته ثقة أكبر للمباريات القادمة. ونروح معاكم للدوري الإنجليزي، وفريق ليفربول الإنجليزي المحترف في صفوفه النجم المصري محمد صلاح اللي حقق انتصار تاريخي على مانشستر يونايتد بنتيجة 7-0 في المواجهة القوية اللي اتلعبت امبارح على ملعب أنفيلد، وده كان ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري الإنجليزي. وبيحتل فريق ليفربول صاحب الأرض المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، ومانشستر يونايتد في المركز الثالث برصيد 49 نقطة. النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة الليفر والمان يونايتد، وده بعد ما قدم أداء مميز جدا وساهم في المباراة اللي انتهت بنتيجة 7-0. وتصدر صلاح قائمة أفضل اللعيبة في مباراة ليفربول قدام مان يونايتد بحسب موقع هوسكورد العالمي، واللي منح النجم المصري أفضل تقييم في كلاسيكو إنجلترا بعد ما سجل هدفين وصنع هدفين زيهم. النجم المصري محمد صلاح وصل لهدفه رقم 129 ليصبح الهداف التاريخي لفريق ليفربول في الدوري الإنجليزي بعد تسجيله هدفين في شباك فريق مانشستر يونايتد. الدولي محمد صلاح ما بقاش مجرد لاعب دولي بيحطم الأرقام القياسية الرياضية في عالم كرة القدم، لكن أصبح أسطورة كروية بيتغنى بها العالم أجمع ومصدر عزة وفخر المصريين جميعا. نتابع. محمد صلاح ساهم في عدد من الأهداف مع فريقه، وكانت تمريراته حاسمة في المباراة، ده غير أنه أصبح أكتر لاعب بيسجل في الدربيات في 5 مباريات ورا بعض. كمان صلاح أصبح تاني لاعب بيسجل في 5 مباريات ورا بعض في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد المان يونايتد، وأول لاعب بيسجل في مان يونايتد في 6 مباريات ورا بعض، وأصبح أكتر لاعب تسجيلاً للأهداف ضد مان يونايتد في البريمير ليج بعد تييري هنري وسيرجيو أغويرو. زي ما شفنا في التقرير، النجم المصري محمد صلاح سجل اسمه بحروف من ذهب في ليلة مباراة الفوز التاريخي لفريق ليفربول على مانشستر يونايتد بنتيجة 7-0، وده في الأسبوع 26 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الكابتن إبراهيم هلهول مدرب بالاتحاد الإنجليزي عن الأسطورة المصرية في إنجلترا محمد صلاح. صباح الخير. صباح الخير أستاذ دينا، تحياتي لحضرتك وتحيات لأسرة البرنامج والسادة المشاهدين، وصباح الخير يا مصر، وكل سنة وانتم طيبين ومصر الجميلة بخير يا رب.
اهلا بك يا فندم. كلمنا بقى عن فرحة المصريين بانجلترا بعد طبعا ما اصبح محمد صلاح هو الهداف التاريخي لليفربول. استاذه دينا، احنا بنعيش ليله من اجمل ليالي العمر هنا في 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 بريطانيا، في انجلترا. كل الجاليه المصريه بكل ميولها وكل يعني مش قادر اقول لك الفرحه العارمه الموجوده عندنا كمصريين وكرياضيين، ومش احنا بس كمصريين، ده العرب كلهم. فخر مصر محمد صلاح بعد المباراه اللي هي ولا اروع امبارح 7-0. طبعا ما كانش حد خالص يتوقع النتيجه دي، ولكن دي كره القدم، مباراه قويه جدا. محمد صلاح بيحفر اسمه بحروف من ذهب، بيعمل تاريخ كبير جدا، بيحطم ارقام، بيحطم ارقام كبيره جدا للاعيبه كبيره واساطير لانجلترا، وخاصه اساطير ليفربول. حضرتك روبو فاولر محمد صلاح بتخطاه، علشان كده امبارح قلع التيشيرت، بقى النهارده 129 هدف، حاجه بسم الله ما شاء الله. وده في 205 مباراه يعني. بالظبط كده، لما نشوف ان روبو فاولر كان ب 200 حاجه و60، يعني بتتكلم ما شاء الله. انا شفت صلاح في مباراه نيوكاسل هنا من اسبوعين، حاجه قمه التركيز، كنت انا موجود معاه في قبل المباراه بساعتين، حاجه يعني مش قادر اقول لك. الراجل النهارده زاد، اللي عايز يتعلم الصراحه بامانه، يعني انا كمدرب اتمنى ان الناس كلها تبص على تجربه صلاح كلها، وتشوف صلاح ده عنده حرمانه يا استاذه دينا كبير جدا بامانه. يعني هو نجم كبير، نجم كبير قوي في انجلترا، ولكن عنده حرمان، الحرمان اللي هو مركز، ان هو ملتزم، ان هو ممكن يروح الجيم يقعد 3-4 ساعات، ممكن ما هو مجتهد ومخلص في التدريب وفي شغله بشكل كبير. لكن بالنسبه لمحمد صلاح بقى، اللي سجل 10 اهداف في مانشستر يونايتد وتساوى مع ألان شيرار، ايه يعني ايه كل الاهداف دي؟ وكمان عايزين نعرف من حضرتك ايه اهم الاهداف اللي شفتها امبارح في الماتش؟ يعني طبعا احنا بنتكلم برضه على اسطوره كبيره جدا، اسطوره نيوكاسل ألان شيرار. انا كان معايا برضه اللقاء معاه، قال لي احنا، هو محلل في برنامج اسمه ماتش اوف ذا داي يا استاذه دينا هنا في انجلترا، بيجي يوم السبت. انا عشان انا من نيوكاسل فانا بقابل ألان كتير، فكان في حوار بيني وبينه، فكلمته قال لي هو محمد صلاح بيضيف لنا كمحللين وبيضيف لنا كمتعه، احنا مش عايزينه ان هو يبطل كوره خالص، عايزينه يكون متواجد معانا. يعني في كلام بيتقال ان هو هيروح ويسيب وينط من المركب لان ليفربول مش ماشي كويس السنه دي. الكلام ده لا طبعا مش مظبوط، محمد صلاح مكمل، محمد صلاح مش هيروح مكان تاني ويبدا من تحت خالص يا استاذه دينا. محمد صلاح عايز يكمل القاعده اللي بناها، الهرم اللي بناه عايز يكمله للاخر. فكل الكلام اللي بيتقال ده طبعا علشان يعني مجرد ان هو نجم كبير، عايزين إن يعني انا برضو شايفه من وجهه نظري ان هو علشان حط ارقام كبيره ووصل لمرحله كبيره، ان هو محمد صلاح بيوصل للمرحله دي. المرحله ديت الناس اللي هم مش عايزين ان صلاح يحطم الارقام بتاعتهم، ان هم بيقولوا ده صلاح رايح اسبانيا، ده رايح فرنسا. لا، الكلام ده مش مظبوط، صلاح مكمل، صلاح نجم كبير. انا شفت الكلام ده بعيني، انا موجود مع ليفربول قريب من المطبخ. اكبر فالنا او اكبر تيشيرت لصلاح بيبقى موجود بعد الماتش، كل الناس. انا شفت يورجن كلوب طلع الاتوبيس وجاب تيشيرت للطفل كان موجود، مش من محمد صلاح، لا ده راح جابه من الكيت مان، من الراجل المسؤول عن الملابس، واداه للطفل التيشيرت دوت لمحمد، بتاع محمد صلاح، اكبر تيشيرت بالطلب، ومحمد صلاح ما كانش موجود. مع ذلك ان ليفربول والجهاز كله عارفين ان تيشيرت صلاح بيقوم لازم يكون متواجد معاهم على طول. احسن الاهداف اللي انا اتفرجت عليها امبارح، الهدف اللي هو ان الكره بتحبه، الكره جات له الكل بامانه. انا يعني انا قاعد انا واولادي بنتفرج على المباراه، الكره جايه نطه كده على طول فوق، ايه الجمال وايه الحلاوه دي؟ طبعا انت بتتكلمي على مين؟ دخيه حارس مرمى مانشستر يونايتد، من احسن حراس العالم. طبعا ديفيد دخيه. يعني عايز اقول لك كمان كان ليا لقاء مع بيكفورد حارس مرمى منتخب انجلترا وايفرتون، لان هو من شمال انجلترا هنا. قال لي انا بخاف لما بلعب قدام محمد صلاح، والله العظيم، لانه كمان هو اول لاعب بيسجل في مانشستر ست، يعني في ست مباريات متتاليه. ايوه. وبعدين النهارده عايز اقول لحضرتك ان روي كين بعد المباراه، اللي هو الاسطوره الانجليزيه اللي هو لاعب مانشستر يونايتد،
قال ايه؟ قال ان صعب جدا اي حد يجي انفيلد ويكسب الفرقه دي، لان فعلا ده معقل يعني شياطين الحمر جوه الملعب بتاع انفيلد، استحاله فرقه تطلع، نادر جدا ان هي تعمل نتيجه معاهم. ليه؟ طبعا مانشستر، عشان يقول للناس ان مانشستر وليفربول بينهم وبين بعض حوالي نص ساعه بالسياره، يعني ان المسافه يعني هو زي ديربي، يعني الناس اللي بتشتغل في مانشستر بتشتغل في 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 مانشستر والعكس في ليفربول، فالدنيا قريبه جدا، فالمباراه يعني مش عارفين مين اللي هيكسب. ديربي قوي جدا جدا جدا. طبعا محمد صلاح 30 سنه لسه قدامه كتير جدا، ما مش عايزين نطلع بقى اشاعات محمد صلاح هيمشي من ليفربول هينط من المركب. خلي بال حضرتك، هو دايما لما بيتعرض لانتقادات بيقدر يثبت بالعمل وبالاجتهاد فعلا في الملعب ان هو ضد كل الانتقادات دي، بينفي اي شائعه بتقال عليه. بالظبط يا استاذ الدين، انا شايف ان هو ماشي ما شاء الله، هو رقم واحد، هو محطم يعني ارقام كبيره جدا، وما اعتقدش ان هو هيروح مكانه ويبدا من اول وجديد. ليه؟ مش محتاج. بص يا استاذ الدين، امبارح الملعب، الجماهير، التابلو دوت اللي احنا شايفينه بنشوفه في التلفزيونات ده مش موجود في اي مكان في العالم. صح. يعني احنا مش بنتكلم بس، مش هنتكلم بس عن الكوره، بص على التنظيم، على السيستم، على النظام، على كل حاجه في انجلترا. عملوا كل حاجه علشان نشوف احنا المتعه والحلاوه دي، جابوها من كل حته في العالم علشان احنا نتبسط. ما اعتقدش ان صلاح لا راح لف في كل مكان. محمد صلاح النهارده بقى داخل على 7 سنين هنا في انجلترا، وثلاث سنين موجودين كانوا في 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 في, في ايطاليا وسويسرا. هو عارف كويس جدا ان المتعه والحلاوه والجمال موجود هنا عندنا في الدوري الانجليزي والكره الانجليزيه. وهو كمان يمكن كان ليه تصريح خاص جدا امبارح، وقال انا لا استطيع ان اصف ما حدث، انه من احسن ايام حياتي. يعني شفت تعليق ده ازاي؟ انا شفته امبارح منزله على فعلا الصفحه بتاعته، بيقول دي احسن حاجه. لا ده انا مش دي بس محمد صلاح، حضرتك بص ليورجن كلوب، انا هرد على دي، ولكن يورجن كلوب انا كمدرب امبارح بعد المباراه الجماهير نادت له عشان يحتفل معاها، ما رضاش يورجن كلوب، قال لهم لا، ايه الاحترام والجمال والحلاوه دي؟ ايه الثقافه دي؟ راجل زي ده جايب 7 اهداف وعامل حاجه ولا اروع ولا احسن، بعد المباراه الجماهير نادت له عشان يشجع جماهيره، وليه حركه بيعملها كده بايده والجماهير تتفاعل معاه. يورجن كلوب ما رضاش بعد المباراه يا استاذ دينا. ليه؟ احتراما للجار، احتراما لفرقه مانشستر يونايتد. صحيح. صحيح. احتراما اليكس فيرجسون موجود امبارح، موجود في الملعب. لا محمد صلاح امبارح بيقول بعد المباراه ده احسن، بيعيش احسن فترات حياته. بالظبط كده، لان النهارده يا استاذ دينا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك له ويحافظ عليه. هو المتعه، هو الفاكهه، هو كل حاجه دلوقتي عندنا هنا. هو الاسطوره مش في ليفربول بس، هو اسطوره هنا كمان في مصر. احنا بالنسبه لنا بنتابع ماتشات ليفربول كاننا بنتابع المنتخب المصري لحبنا الكبير في محمد صلاح. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. ربنا يخليك. ابراهيم هلهول مدرب بالاتحاد الانجليزي، شكرا ليك يا فندم. يعني طبعا احنا فرحتنا الكبيره بمحمد صلاح امبارح كانت كبيره جدا، بنفرح لفرحه فعلا، ونبقى زعلانين اي انتقادات بتوجه ليه، لانه مهاجمين وكتير جدا من كتر ما هو ناجح، وهو فعلا اسطوره وايقونه لشباب كتير قوي في مصر هنا، منهم الشباب كلهم اللي بيلعبوا في الكابيتانو. بتسالهم انت نفسك تطلع زي مين؟ بيقول لك زي محمد صلاح. هرجع مره ثانيه لمصطفى وجمانة علشان اكمل معاكم فقره صباح الخير مصر. اشكرك يا دينا، شكرا جزيلا. شكرا. يعني محمد صلاح طبعا اكيد ايقونه مصريه، يمكن ده اللي احنا دايما بنحاول ان احنا ناكد عليه. لما تكون شخص عارف انت بتعمل ايه، عندك هدف، عندك طموح، فعلا تقدر ان انت تكون مش مثل بقى يحتذى بيه وترفع راس بلدك بره يا مصطفى، لا تقدر تكون حتى يعني شيء ملهم. صحيح. لاي شخص واي مكان انت موجود فيه، وده اللي قدر يحققه محمد صلاح عن طريق شغله. صحيح. اجتهاده. صحيح. عقليته وطموحه والعمل على ده، هو اشتغل على ده فعلا. وبتفق مع دينا في اللي قالته، كابيتانو مصر اللي بيعد من اهم البرامج يا جماعه، الموضوع ده والبرنامج ده مش مجرد برنامج، ده مشروع قومي لاكتشاف ابطال من وهم صغيرين. مشكلتنا احنا دايما في الكوره ان احنا اللعيب عبال ما بيفكر يحتلف بيبقى عدى ال 19 وال 20 سنه، هناك بيأهلوهم من 12 13 على 15 16 بيحترف. وشفنا ده وسمعنا ده من محللين كرويين، البرنامج بيعمل ده، بيكتشفهم من وهو صغيرين علشان يأهلهم عشان يحترفوا، علشان يبقى عندنا اكتر من محمد صلاح. النهارده لما يلعب هو عنده 15 16 سنه في الدوري الانجليزي ولا السويسري ولا الاسباني، انا بعته بدري يقعد لغايه 25 30 يدي ويعطي. فاحنا عندنا مش برنامج تلفزيوني، احنا عندنا تجربه
ملهمة جدا جدا جدا، ممكن تطلع أكتر من عشرات أو مئات اللاعبين المصريين فيها. مصطفى أهم حاجة كمان تدريب العقلية نفسها طبعا، ان انت تبقى متاكد ان انت تقدر تحقق، ان انت يبقى عندك طموح، ان انت عشان تقدر توصل لهدفك لازم تكون عارف ان انت هتتعب، ومش بس هتتعب في الاول وبعدين هترتاح، لا، الاستمرار، الاستمراريه. محمد صلاح يمكن شفنا لاعبين كتير جدا مصريين وبالمناسبه كانوا محترفين في فرق كبيره جدا بره ومستوياتهم كويسه جدا، بس بعد كده ايه اللي حصل؟ ايوه مستواهم للاسف نزل. نزل ليه؟ نزل عشان الاستمرارية. ليه نزل؟ عشان تخيل انه وصل للقمة. الله عليك. ليه نزل؟ صحيح. عشان افتكر وعندنا لعيبة كده بغض النظر عن ذكر اسماء، بس لعيبة مصريين وصلوا لبره، اسامي كتير جدا، اسامي كتير، لكن مش كل الناس محمد صلاح. بالظبط، مش كل ده حالة. ليه حالة؟ هل هو خارق للطبيعة؟ لا، هو التزم، وهو خلص. زي ما الكابتن ابراهيم قال، هو بيحرم نفسه من حاجات كتير طبعا، بس عنده هدف اكبر لغايه ما تعود، يعني الحرمان ده تحول دلوقتي انه خلاص نظام حياه، بالعكس بقى بيعوض، ده مش حرمان كمان، بقى بالنسبه له السعاده الحقيقيه في انه يقدر يحقق ارقام قياسيه، بانه فعلا محمد صلاح، يعني لما بنيجي نتكلم مصر، مصر محمد صلاح بره. شفنا الجماهير الانجليزيه ان كانت بتشجع ليفربول او اي فريق تاني، بالنسبه له محمد صلاح برغم الانتقادات اللي احيانا كان بيواجهها، برغم حتى الناس اللي بتشجع فرق تانية زي ما قلت لحضراتكم، لكن في احترام. أيوة. احترام للموهبه اللي موجوده، احترام للحرفيه اللي موجوده، احترام للعقليه اللي موجوده، وهي دي يمكن اللي احنا دايما بنقوله، انه ممكن يبقى في ناس ما بتحبكش، ممكن يكون ليك اعداء، لكن مستحيل لما تكون شخص تحترم نفسك، تحترم حلمك، تحترم وطنك، مستحيل يبقى في شخص ما يحترمكش. على اي حال خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم. خليكم معانا. اهلا بحضراتكم مره تانية. زي ما كنا بنتكلم معاكم في بدايه البرنامج، النهارده الامه الاسلاميه كلها الحقيقه بتحتفل بليله نصف من شعبان، واللي هتبدا من مغرب اليوم الاثنين حتى فجر غدا الثلاثاء. بكده يبقى فاضل رسميا 15 يوم على شهر رمضان المعظم. كل سنه وحضراتكم بخير. كل سنه طيبه يا جمانه. انت طيب يا مصطفى. كل سنه وحضراتكم كلكم طيبين. ايام فضل وايام خير، ربنا يديم علينا يا رب نعمة الأيام المباركة ويجعل كل هذه الأيام أيام جميلة. النهاردة وإحنا بنحتفل مع حضراتكم بهذه المناسبة العظيمة، خلينا نقول إن الإنشاد الديني من أهم الحاجات اللي تميزت بها مصر على مدار عصور مختلفة، وليها أصوات وليها رصيد في الأمة العربية كبير جدا، وبتعتبر من أجمل الألوان الدينية اللي بنسمعها واللي بتطرب كده المسامع قبل الفجر، و بنسمعها في كل الإذاعات. فخلينا نقول هنعمل إيه في شهر رمضان؟ بتدينا قيم، بتدينا عدد كبير من الرسائل. المنشد محمد جمال ضيفنا النهاردة في استوديو صباح الخير يا مصر. أهلا بك محمد. أهلا بحضرتك. هنتعرف من خلاله على أبرز الحاجات اللي ممكن يديها لنا الإنشاد الديني، ونسمع برضو صوته الجميل في الاستوديو. صباح الخير عليكم، نورنا. صباح الخير عليكم وأهلا بكم، تشرفت جدا بوجودي معكم النهاردة في صباح الخير يا مصر، وكسام حضرتكم ضيفين. نورنا يا محمد. طب يعني في البدايه كده خليني اعرف منك، يعني شكلك صغير ما شاء الله، حابه اعرف منك واعرف الساده المشاهدين، امتى اتعلمت الانشاد الديني؟ بعد كده امتى احترفت الانشاد الديني؟ كلمنا كده عن قصتك. والله اولا انا بدات بحفظ القران الكريم، يعني طبعا من صغري. يعني ثانيا انا كنت بسمع الانشاد ده يعني من راديو إذاعة القرآن الكريم. فبدأت بقى إن أنا أقلد وكده، الحمد لله يعني ظهرت الموهبة عندي بتاعة الإنشاد، فبدأت أدرس بقى الإنشاد الديني. بيدي رسائل الإنشاد الديني في بعض الأحيان بيبقى يعني أقرب كده للقلب من حاجات. أكيد طبعًا. إزاي؟ مثلًا يعني. ده يعني بالشخص اللي بينشد، يعني هو اللي في القلب يوصل للقلب. صح. فطبعًا يعني لو أنت حاسس اللي بتقوله هتوصل للمستمع. عظيم. بصورة جيدة جدًا. أيوه. يعني زي ما كان مصطفى بيتكلم في البداية، مصر الحقيقة من أقدم وأكبر وأعرق وأهم مدارس الإنشاد الديني في العالم الإسلامي كله. عندنا يعني قامات الحقيقة في الإنشاد الديني وأمثلة كتير جدا. أنت مين مثلك الأعلى أو مين أكتر حد بتحبه؟ والله طبعا في كتير، يعني شيخنا السيد عمران وشيخ يوسف البهتامي
والشيخ نصر الدين طور طبعا حبيبي طبعا ده من اقرب يعني الحياه اللي هي بحب اسمعها يعني. طيب تحب تسمعنا ايه؟ ان شاء الله نقول سبحت لله في العش الطيور. اتفضل. سبحت لله في العش الطيور ترسل الأنغام عطرا في الزهور سبحت لله في العش الطيور ترسل الأنغام عطرا في الزهور الندى من فيض من وهو أيضا صنع من الندى من فيض من وهو أيضا صنع من الرازق الله والخافض الله 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 هو الله ما شاء الله. صوتك جميل وعالتين يعني نقول انت ليه اخترت دي بالذات عشان تبتدي بيها؟ والله يعني في احساس يعني بحسها اكتر وانا بقولها عشان صباح الخير يا مصر وطيور وزهور بداية مبهجة يعني وكده؟ أكيد طبعا. طيب عايزة برضو أعرف منك يمكن البعض معتقد أنه الإنشاد الديني ما بيكونش فيه آلات موسيقية كتير، إيه الآلات الموسيقية اللي بتستخدم أكتر؟ والله إحنا بنستخدم الآلات الشرقية اللي هي مثلا زي الكوالة زي العود زي الكمان زي الدف طبعا كده، دي يعني الآلات اللي بنستخدمها في الإنشاد الديني، آلات شرقية فقط. طيب احنا لسه طبعا مكملين كلامنا معاك لكن احنا يعني هنروح لموجز موجز لأهم الأنباء مع دينا شرف وهنرجع نكمل كمان كلامنا معاك وهنعرف تفاصيل أكتر عنك وهنسمع حاجات كمان تانية كتير منك. يمكن احنا صوتك ما شاء الله أطربنا ولسه أكيد مستنيين نسمع منك كتير. نروح لموجز التاسعة نرجع نكمل مع المنشد محمد جمال. تفضل يا دينا. شكرا لك يا جمانة. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق والاعتزاز بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مشيرا إلى الثوابت الراسخة للسياسة المصرية فيما يتعلق بمساندة العراق وتقديم الدعم الكامل للشعب العراقي على مختلف الأصعدة، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. كما أعرب الرئيس السيسي عن حرص مصر على تفعيل وتنويع أطر التعاون الثنائي المشترك في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، وأيضا الإسراع في تنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين وفقا لاحتياجات الشعب العراقي وبما يعزز التكامل بين الجانبين ويحقق الأهداف التنموية المشتركة، بالإضافة إلى مواصلة العمل في إطار آلية التعاون الثلاثي مع الأردن. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بعلاقاتها القوية والمتميزة مع دولة الإمارات الشقيقة والحرص على مواصلة التعاون المثمر والبناء في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبو ظبي محمد الشمسي وبحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول مناقشة أفاق التعاون المشترك مع مجموعة موانئ
أبو ظبي، لا سيما في قطاعات تطوير المناطق اللوجستية والموانئ، حيث أعرب محمد الشمسي عن تطلع المجموعة لتعزيز التعاون مع مصر في ظل ما تتمتع به مصر من مقومات فريدة تجعلها مركزا لوجستيا إقليميا وعالميا. وصف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي المعارك الدائرة بمدينة بخموت شرق أوكرانيا بالمؤلمة والصعبة، وأشاد زيلينسكي بشجاعة الجنود الذين يقاتلون الجيش الروسي في شرق البلاد، مشيرا إلى أن الحرب تسببت في خسائر فادحة. وكانت هيئة الأركان العامة الأوكرانية قالت إن القرى الواقعة شمال وغرب بخموت تعرضت لهجوم عنيف، مشيرة إلى أن القوات الروسية تحاول محاصرة القوات الأوكرانية في بخموت. تنظم غدا النقابات الفرنسية تظاهرات ضخمة وإضرابات قابلة للتمديد في قطاعات استراتيجية لإرغام الحكومة على التراجع عن مشروعها الخاص برفع سن التقاعد. ومن البنود الرئيسية في التعديل الذي يعتزم الرئيس إيمانويل ماكرون إقراره رفع سن التقاعد من 62 عاما حاليا إلى 64 عاما، وهي النقطة التي ترتكز عليها الاحتجاجات. ودفع مشروع القانون المطروح للبحث في مجلس الشيوخ ملايين الفرنسيين إلى النزول للشارع، وأثار مناقشات صاخبة في الجمعية الوطنية الفرنسية. اندلعت صدامات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين أمام البرلمان في أثينا خلال تجمع احتجاجي بعد كارثة القطار في اليونان التي أودت بحياة 57 شخصا. وألقى متظاهرون زجاجات مولوتوف فيما ردت الشرطة بإلقاء قنابل غاز مسيل للدموع وقنابل صوتية في وسط العاصمة اليونانية. ومنذ اليوم التالي للحادث نزل يونانيون إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم، متهمين السلطات بالإهمال وتدهور البنية التحتية للسكك الحديد. تكشف الحكومة البريطانية ثلاثاء النقاب عن قانون جديد للحد من المهاجرين الذين يصلون إليها من أوروبا عبر القناة الإنجليزية. وأوضحت مصادر بالحكومة البريطانية أن القانون الجديد المقترح يعني الحكم بعدم قبول طلبات اللجوء التي يتقدم بها من يصلون على متن مراكب صغيرة، وسيتم نقلهم إلى دولة ثالثة في أقرب وقت ممكن. وزاد عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى الساحل الإنجليزي إلى أكثر من الضعف في العامين الماضيين، وكانت معالجة هذه القضية واحدة من خمس أولويات رئيسية حددها في يناير الماضي رئيس الوزراء ريشي سوناك. ختام موجز التاسعة، وعودة المرة أخرى إلى مصطفى وجمانة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. دينا مشكورك شكرا جزيلا، ومازال لقاءنا مستمر مع المنشد محمد جمال، طبعا منورنا مرة تانية. الله ينور حضرتك. وقبل بقى ما نبدأ سؤال تاني، تحب تسمعنا إيه؟ نقول إن شاء الله المسك فاح لما ذكرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. اتفضل. المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء. أشكلي من وجدي وحالي الله الله، وقل لي مين النبي غالي الله الله. أشكي لي من وجدي وحالي الله الله، وقل لي مين النبي غالي الله الله. إيه اللي غير أحوالي غير الغرام برسول الله؟ المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء. طع
طول عمري بتمنى أشوفه، الله الله، وانظر جمالك وأبوسك، الله الله، طول عمري بتمنى أشوفك، الله الله، وانظر جمالك وأبوسك، الله الله، دبرت نفسي بأحاديثك وأقول لابد في ليلة أرى المسكفاح المسكفاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا رسول الله. عليه افضل الصلاه والسلام. قول لي يا محمد، انت قلت لي عندك زي فرقه بتستخدم فيها آلات موسيقيه وبتحاول تتطور يعني شكل الانشاد الديني، حتى يعني مظهر المنشد اللي احنا عارفينه انت جاي بلوك مختلف، عايز توصل رساله ايه؟ عايز تقول ان احنا ممكن نطور الانشاد الديني ازاي؟ والله طبعا احنا الفتره دي طبعا الانشاد الديني بدا يظهر طبعا للعالم كله، لان طبعا في اصوات ما شاء الله جميله بدات تظهر كتير، لان يعني قديما مشايخنا ما كانش يعني زي ما كانش حد بيسمع كتير، فطبعا الوقت بقى الانشاد مستمر جدا وكل مدى بيتطور اكتر عن الاول، بقى شغال زي الاول يعني الحمد لله. يعني بنحضر في بند ان شاء الله الفترة دي بإذن الله، ربنا يكون جاهز يعني بإذن الله. وده ليه جمهور وليه مريدين؟ أكيد طبعا. لا أكيد طبعا، احنا لأن بنعمل حفلات كتير في ساقية الصاوي وفي شارع المعز وفي كذا مكان يعني. فطبعا الناس مستمرة طبعا على الاستماع للإنشاد الديني. طيب قولي برضو يا محمد، تدربوا على الإنشاد فين؟ مين أشهر حتى كتاب للإنشاد؟ هل هو فقط إعادة إحياء لتراث الإنشاد الديني القامات اللي موجودة عندنا، ولا في كتاب دلوقتي كمان جداد؟ هو احنا أولا عندنا مدرسة الإنشاد الديني تحت رعاية نجيب المرشدين الشيخ محمود التهامي، بندرس فيها الإنشاد والمقامات كلها طبعا. لكن بالنسبة بقى لأشهر كتاب هو أكيد الإمام البصري، يعني هو ده اشهر حاجه، يعني عامل برده مولاي صلي وسلم، هو ده اشهر حاجه، والامام علي بن ابي طالب برده. اكتر الحاجات اللي الناس بتطلبها ايه وبتسمعها ايه وليها زي ما تقول كده جمهور؟ والله يعني مش حاجه معينه، بس الاكتر يعني ليها نشيد الكامرون سيدنا النبي، هو ده النشيد الوطني بتاع الانشاد، كامرون سيدنا النبي، يعني هو ده النشيد اللي الناس بتحب تسمعه كتير جدا يعني. صحيح. بتحب تسمعه ولا عفوا يا مصطفى؟ لو لا 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 خالص اتفضل، عندك عايز تقولها ولا مش مجهز وشوف حاجه تانية؟ لا احنا هنقولها، بس طبعا هنقول بس حاجه طبعا عشان لسه باقي ايام قليله عن شهر رمضان، فنقول حاجه لشهر رمضان بعد كده نختم ان شاء الله نسيبها لها. طيب اتفضل. رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم، رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم، قم للعبادة تلقى السعادة، قم للعبادة تلقى السعادة، تلقى السعادة وتلقى النعيم. رمضان كريم ياللي بتحلم بالغفران، راكع ساجد للرحمن، ياللي بتحلم بالغفران، راكع ساجد للرحمن، تعال توسل بالمنان، تعال توسل بالمنان، تعال توسل بالمنان. رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم، رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم، قم للعبادة تلقى السعادة، تلقى السعادة وتلقى النعيم. رمضان كريم تعال نصلي ونستغفر، تعال نهلل ونكبر، تعال نصلي ونستغفر،
تعالى نهلل ونكبر، تعالى نصلي ونستغفر، تعالى نهلل ونكبر، يا رب اغفر لنا الذنوب. رمضان كريم كريم كريم، رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. قم للعبادة تلقى السعادة، تلقى السعادة وتلقى النعيم. رمضان كريم. شكرا لك محمد. المنشد الديني محمد جمال بيحاول يعني يلاقي لون جديد من الوان الانشاد الديني، بيقول ان احنا ممكن نجدد في هذا الفن الاصيل، بيعمل حفلات في شارع المعز وفي ساقية الصاوي، وبيقول ان ليه جمهور كبير من الشباب. نتمنى لك كل التوفيق. شكرا جزيلا لك، نورتنا في صباح الخير. شكرا لحضراتكم جدا. شكرا جزيلا. شديد فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم ما تبقى من فقرات صباح الخير يا مصر. استنوني. النهارده يوم عالمي ومميز، وفي مصريين كتير بيحققوا يعني اشكال كتير جدا من التقدم على المستوى الدولي. لما يبقى ده في مجال رياضه شفناه، لما يبقى ده في مجال علمي بنشوفه، لكن لما تبقى سيده وعامله طفره في مجال وتم تكريمها ده شيء عظيم جدا. ما فيش شك ان سيدات مصر مشرفين في الخارج، ولما بياخدوا فرصه بيتميزوا فعلا. السيدة المصرية أو المرأة المصرية هي نموذج بيكافح وبيتحدى علشان يوصل لأرقى المناصب ويحقق أهم المكاسب في العلم وفي التعليم. صحيح يا مصطفى، يمكن زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم، زي مصطفى كان بيتكلم مع حضراتكم، يمكن تابعنا كمان احتفالية المرأة المصرية. هي نماذج يعني مهمة جدا ونماذج ملهمة، عشان كده كنا في صباح الخير يا مصر كنا حريصين ان احنا نشاور لحضراتكم على واحده من مبدعات مصر، الدكتوره منى مجدلاني اللي تم تكريمها في القنصليه الفرنسيه ومنحها وسام الفنون والادب الفرنسي، وده تقديرا لاسهاماتها الثقافيه والتزامها بالثقافه الفرنكوفونيه. دكتور منى مجدلاني منورانا دلوقتي على التليفون. صباح الخير على حضرتك والف مبروك. صباح الخير استاذه جمانه، صباح الخير استاذ مصطفى، ميرسي ميرسي، الله يبارك فيكي. شكرا. اهلا بيك يا دكتوره منورانا، وعايزين نعرف يعني الساده المشاهدين اهميه وسام الفنون والادب الفرنسي. ما يعني هو هذا الوسام؟ من هم ابرز من حصلوا عليه؟ ازاي ممكن شخص يحصل عليه حتى لو كان لا يحمل الجنس الفرنسي؟ فعلا هو الحقيقه جمهوريه فرنسا بتمنح اوسامه في مختلف المجالات وكلها تبع تخصصات سواء مجال العمل او الابداعات المختلفه، وكل منها تابع للوزارات. يعني انا في 2019 حصلت على وسام اسعافات الاكاديميه، وده خاص كان بمجال عملي في التعليم وتعليم اللغه الفرنسيه ونشر الثقافه من خلال الانشطه المصاحبه للتدريس، ده كان من وزاره التعليم الفرنسية. الوسام اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة ده وسام الأداب والفنون من وزارة الثقافة الفرنسية، وده بيمنح للتميز في الإبداع في المجال الفني أيا كان بنتكلم على أي فن. من أبرز الحاصلين عليه حديثا في مصر هي الميزو سوبرانو فرح الديباني، والاحتفالية حصلت من حوالي 3 شهور. صحيح. لانه بالظبط فخر لمصر وتميزها في الغناء الاوبرالي في باريس وانتشارها على مستوى العالم كله يعني حاليا. اهميته الحقيقه، اهميته بالنسبه لي هو انه ده اللي حاصل في على التوازي مع الحياه العمليه، لان انا حصلت على الوسام ده علشان دأبي واستمراري في العطاء في الناحية الفنية، تحديدا في ناحية المسرح
لأنه أنا مؤسسة ومسؤولة كاتبة ومخرجة المسرح لفرقة أنشأتها في 2002 من داخل مدرسة المير دو ديو. وبعد ما انفصلت في العمل عن المير دو ديو الفرقة استمرت معايا ومعايا لحد دلوقتي 3 سنين، بقت فرقة مستقلة بتضم طلبة من حوالي 7 مدارس وكليتين في اسكندرية، ودي فرقة غير هادفة للربح، والهدف الأساسي منها هو تكوين الشباب شخصيا قبل ما يبقى لغويا وثقافيا من خلال المسرح. بتشارك بالمسرحية دي في مهرجانات في اسكندرية وأوقات في مهرجانات خارج مصر، ده غير العرض طبعا في أماكن زي مكتبة اسكندرية والمعهد الفرنسي في اسكندرية والمهرجان في القاهرة. ده أكيد يعني، ده اكيد. طيب دكتور منى، طبعا بعد التحيه الحقيقه احنا بنتكلم عن اهم انجازات حضرتك ان كان من خلال المسار العلمي او حتى المسار الثقافي، حابين ان احنا كمان نعرف الساده المشاهدين، نعرف الشباب كمان على مسيره حضرتك، المحطات العلميه او حتى الثقافيه اللي مريتي بيها على مدار حياتك المهنيه، عشان كمان الشباب يقدروا يسمعوها ويقدروا يتعلموا منها. حضرتك بدات ازاي؟ ايه التحديات اللي واجهتك؟ البداية كانت بداية طبيعية في الحياة العملية، وهو ان انا كانت احلامي ان انا ابقى في البيزنس ادمنستريشن، وعملت بده فعلا 4 سنين في مالتي ناشونال. انما الصدفة خلتني وانا بغير من شركة للتانية ان انا الاقي نفسي بعوض حد من زمايلي واصحابي في مدرسة المير دو ديو كمدرسة في الصيف لمدة شهر، وفجأة لقيت نفسي لمدة 20 سنة عاشقة بشغف وولع لمهنة، بس خليني أقول رسالة التدريس، لأنه هي مش مجرد شرح الدرس، هي موهبة كمان، تصحيح الورقة، هو تكوين لشخصية الطالب، صحيح، ومصاحبة لرحلة نموه البدني ونموه العقلي والثقافي واكتشافه لذاته، وهنا حسطر تحت اكتشافه لذاته. فهو إن ما كانتش المدرسة أو المدرس أو النشاط الدراسي أو حتى في النوادي، ده هيساعد الطفل أو المراهق أو الشاب في إنه يكتشف نفسه، يبقى هتبقى حاجة أوتوماتيكية ملهاش أي تأثير على المستقبل. فقضيت 20 سنة مدرسة ومسؤولة عن أنشطة ومؤلفة مسرح ومدرسة أولى، وآخر 7 سنين من 20 سنة دول بالإضافة لكل ده مديرة المدرسة. كلنا عارفين أيوة المسرح زي ما بيقولوا كده عليه أبو الفنون كلها، وهو أقدم فن على أقدم من الرواية حتى، يعني هو اليونانيين هم من يعني ابتكروا المسرح. هو بيطلع حاجات من اللغة، وبيخلي القدرة على التعبير أفضل. يعني أنا شايف حضرتك بتقولي أنا مركزة في قصة التدريس وبعشقه، لكن لما أنا أعلم مسرح بطلع إيه في النشأ؟ وده أعتقد هو سبب تكريمك من فرنسا. بالضبط، هو أنا على مدى تاريخي الحقيقة تقدر تقول إن أنا كونت أكتر من 400 فرد جوه الفرقة دي، أقدمهم حالياً عندهم 33 سنة، وهم حقيقي كان في حفلة تكريم للعشرين سنة مسرح ذكروا كل واحدة منهم إزاي المسرح ده أثر، إزاي طور في شخصيتها وخلاها تتكلم بلغة فرنسية بشكل أفضل. بقى أستاذ مصطفى، بجد هو المسرح أوكي في اللغة الفرنسية هو خلاهم يخرجوا من إطار المنهج الدراسي الثابت اللي فيه بعض من الأدب وبعض من النحو وبعض من كل ده وبنمتحن فيه، وأكيد بيفضل جوانا وبيأثر فينا. إنما إن أنا أخده وأطلع بيه برا الإطار المدرسي عشان أتكلم بحرية، عشان أعبر عن نفسي، علشان أقول نص، علشان أمثل النص، فده بيخلي للغة معنى، صحيح، ما بيخليهاش مجرد مادة دراسية مرتبطة بلحظة صعبة هي أنا جبت كام في الامتحان. فهو ده بيعمل حاجز نفسي في حد ذاته، صح جدا. انا هنا خرجت بيهم بقى بره الحاجز النفسي ده ودخلنا جوه مجال الحريه لعبة. والابداع، عملنا لعبه بالظبط كده. ومنه
تحملنا مسؤولية، ومنه بقينا فرد جوه فريق عمل، ومنه اكتشفت نفسي لأن أنا وأنا قاعدة محبوسة جوه الدرج المدرسي أنا مش قادرة أعمل حاجة، هنا أنا قادرة أعمل كل حاجة. بشكرك والله يا دكتورة منى. دكتورة منى يعني اكتشاف النفس وقبول الآخر ده مهم جدا. صحيح صحيح، تجربة عظيمة، وأنا والله يا ريتنا كنا يعني عرفنا أن نوثقها تلفزيونيا، أن أنت إزاي تقدر تخلي التعليم متعب. نشكرك دكتورة منى مجدلاني الأمين العام للجامعة الفرنسية في مصر، وبنبارك لك على حصولك على وسام الفنون والأدب الفرنسي برتبة فارس بعد جهودك في نشر اللغة الفرنسية. أعتقد يعني في كمان ناس كتير جدا، طلاب كتير جدا من اللي أثرت فيهم دكتور منى على مدار 20 سنة متأكد. أكيد كمان يعني بيشكروا حضرتك معنا. على أي حال لسه مكملين وكمان معانا ضيفة أخرى، إحدى المكرمات في احتفالية المرأة المصرية أيقونة نجاح، شفناها امبارح وهي بتحضن السيدة انتصار السيسي ودموع الفرحة سبقاها. صحيح، التكريم ده جه ربما بعد كفاح كانت فيه عين لابنها صاحب البصيرة، واللي نجح بفضل دعم هذه الأم إنه يكون أول معيد كفيف في كلية الإعلام. خلينا نتعرف أكتر على تفاصيل السيدة الملهمة نجاة علي أحمد. صباح الخير على حضرتك يا استاذه نجاة. صباح الفل، كل سنه وحضرتك طيب، اهلا بيكي وانتم طيبين وصحه وسعاده يا رب دايما. ربنا يخليكي. طيب في البدايه يا استاذه نجاة، يعني خلينا نتكلم مع حضرتك عن التكريم، لقائك مع السيده انتصار السيسي، يعني وصلك الخبر ازاي؟ يعني احكي لنا كده التفاصيل. اول يعني قمت من النوم فلقيت ابني بيبوسني ويقول لي في حاجه هتفرحك جدا، قلت له ايه يا احمد؟ قال لي انت عارفه مدام الريس طلباكي. طبعا انا قلت له انت بتضحك عليا يعني انت؟ فقال لي لا والله يا بابا بجد. فقلت له بجد؟ قعدت ايه اسقف بقى وقعدت زي الطفله الصغيره اللي عماله دي. يعني ربنا يفرحك والله كمان وكمان يا ست نجاة. ضحكه من القلب وجميل والله. يعني الخبر نزل عليا يعني مش عارفه اوصف لك الحاله اللي كنت فيها. لا وصلانه ما تلاقيش. ربنا يبارك لك يا رب. قولي لي عملت ايه مع ابنك؟ طب يعني احكي لنا رحله كفاحك مع ابنك، عملت ايه معاه؟ ازاي دخل كليه اعلام؟ طويله جدا. ايوه عايزه حاجات يعني عايزه كلام كتير عشان اقولها، يعني عايزه ايام. ف انا هلخصها لك كده يعني على طول. يا ريت عشان خاطر الضحكه الحلوه دي. احمد من هو طبعا صغير كان عنده طموح كبير جدا ان هو يطلع حاجه، كان نفسه يطلع دكتور بشري. كويس. وبعدين لما حصلت له الحادثه وهو في سنه اولى ابتدائي قال لا خلاص كده يبقى انا مش هبقى دكتور بشري، بس ممكن ابقى دكتور جامعي. كويس. والحمد لله يعني ربنا وفقنا، ويعني شقينا كتير ان هو كنا نطلع الصبح بالعربيه يودينا المحطه، من المحطه نركب القطر، والقطر كان يودينا على المترو، والمترو كنا ننزل الجامعه. فالمشوار يعني كان تقيل بس كان حلو بالنسبه لي، كان متعه. طيب ست نجاة انت عندك اولاد تانيين؟ اه طبعا انا مربيه 5 ايتام، بنتين وثلاث اولاد. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يقويكي. طيب قولي لي بقى، يعني واحنا بنتكلم ما شاء الله 5 اولاد ومنهم ابن كان عنده ظروف خاصه بيه، ازاي كنت عارفه تنظمي الوقت ده؟ ازاي كنت عارفه تستقوي خلال الاوقات الصعبه دي؟ والله ده هو ربنا اللي كان بينظمها، يعني سبحانه وتعالى كان بيخليني اعمل حاجات انا المفروض يعني لما جيت افتكر بعد كده كنت انا بعمل الحاجات دي ازاي. صحيح، يعني ربنا اللي كان بيقويكي يعني. دي حقيقه فعلا، ربنا كان بيقويكي يا ست. والله كان بيقويني جدا والله، يعني وكان معايا دايما. طب الخمسه كلهم زي احمد كده؟ لا طبعا، لا هو احمد بس. يعني احمد انت اللي راهنتي عليه وهو اللي قدر يعمل كده؟ لا، واخواته كلهم تعليم عالي، يعني ايمان شغاله في مستشفى الجامعه وكليه حقوق برضه، كليه اداب، كليه اداب. واميره كان عندها هوايه الرسم بس طبعا جوزها رفض.
واحمد طبعا اعلام، ومحمود تجاره، ومحمد تجاره، ومحمود بتاع دوت حقوق. ايوه ست نجاة، لو عندك رسالة تقوليها لكل أم عندها طفل أو ابن أو ابنة زي أحمد عنده ظروف خاصة بيه، كل أم بتمر بظروف صعبة، تقولي لها إيه؟ ده هو ربنا بيحبك، الله عليك، لأن أداكي حاجة زي كده ويشوفك هتقدر تحافظ عليها ولا لأ. والله أنت بتدينا دروس مهمة جدا، يعني هو النعمة، مش يعني هو اللي عايزة تقولي إنه هو الفضل، هو الحاجة الحلوة. أيوة هو الفضل، هو الأمل، هو هو الحياة كلها أصلا. أيوة يعني أنت برضو ما اديتناش معلومة إزاي قدرتي إنك تفضلي معاه لغاية لما يبقى معيد في كلية إعلام؟ أكيد كان في محطات، كان في تحديات، كان في تعب. أيوة أكتر حاجة تعبتك إيه يعني؟ ما كلمتناش برضو والله. يعني افتحي لنا قبل شوية. قابلتنا صعوبات كثيرة جدا، معاك وقت تسمح؟ معاك. قول. قابلتنا صعوبات كثيرة جدا، وأولهم من الأهل كانوا يقولوا يعني هو آخره إيه يعني؟ أنت عمالة تعبة نفسك ليه؟ وكان الاحباطات كثيره لينا بالنسبه لنا، ان كان من الاهل او كان من اللي بيدوا له. ما فيش اكتر من المحبطين، ما فيش اكتر من المحبطين بيدوا في الكليه. يعني قابلتنا والله صعوبات كتير جدا، وبقينا نتحداها انا وهو. صحيح صحيح. انت بالنسبه له يا ست نجاة، انت نجاة، وانت كنت عين الله. كمان لاحمد. طبعا انا كنت ايديه ورجليه وعينيه. طبعا ربنا يخليكي لي ويخليه ليكي ويخلي لك كمان اخواته. احنا سعداء جدا بيكي، وعارفين انه في زي ست نجات في ستات مصريات يعني كتير قوي جدعان، ويقدروا يقفوا في ظهر اولادهم ويقدروا يسندوهم لغايه ما يحققوا كل اللي هم عايزينه، حتى لو كان في محبطين، حتى لو كان في ظروف صعبه. زي ما شفنا ست نجات علي احمد، احدى المكرمات في احتفاليه المراه المصريه، ايقونه نجاح. يعني احنا كنا سعداء طبعا جداً بوجودك معنا. صحيح. انا ست جميله قوي قوي، والكلام لما بيطلع من القلب يا جمانه بيوصل للقلب. حاله الرضا كمان يا مصطفى، احنا بنقعد نشتكي على ظروف صعبه، وعلى ظروف احنا بنتخيل انها صعبه. صح. على شويه حاجات مضايقانا ونقعد طول الوقت نشتكي. انت لو رضا ومتسامح مع نفسك هتلاقي، او متصالح مع نفسك هتلاقي الحياه ابسط بكتير. على اي حال خلينا نروح لفاصل قصير ونرجع نكمل فقراتنا معكم في صباح الخير يا مصر. خليكم معنا. دايما بنقول على المسرح انه ابو الفنون، ده بمنتهى البساطة. ليه؟ لأنه المسرح بيكون دور مهم وفعال ومباشر في مناقشة المشاكل بشكل مختلف. ولو هنتكلم عن المنظور ده أو من المنظور ده تحديدا، من أيام انطلق العرض المسرحي التفاعلي ابقى افتكرني على مسرح ساحة الهناجر، واللي بيناقش أثر مرض الزهايمر. خليني أقول لك هو ليه يسموه أبو الفنون. أبو الفنون لأنه هو أقدم فن في العالم حكى الرواية. صحيح. العالم كله يمكن أقدم رواية مكتوبة هي رواية دونكي شوت، دي بقى لها 500 سنة بس. المسرح من أيام اليونان أو اليونانيين القدامى كان بيعملوا عروض مسرحية كان فيها موسيقى، وكان فيها رواية مكتوبة ولكن كانت بتمثل، وكان فيها دراما، وكان فيها ديكور، وكان فيها كل ألوان الفنون. لذلك المسرح هو ربما أقدم فن معروف على وجه الأرض، جمع كل هذه الفنون وسموه علشان كده أبو الفنون. خلينا نرجع للعرض اللي بنتكلم عليه. المختلف والجديد في هذا العرض أنه عرض مسرح عرائس، بس مش للأطفال. كلنا عارفين أن مسرح العرائس ربما بيخصص بس للأطفال، ده مسرح عرائس للكبار. عايز أقول لكم أن احنا دلوقتي يعني هنبهركم، هنشوف نماذج ما شفناهاش قبل كده. العرض ده بيمزج ما بين العرض المسرحي المعتاد وما بين أيضا صناعة العرائس. خلينا نعرف إيه قصة العرض ده، وإيه قصة عرائس الكبار، وإزاي نستغلها كفن. مخرج العرض معانا الفنان محمد فوزي. اهلا بيك يا استاذ محمد. اهلا بيك.
ومعانا ايضا الكاتبه والناقده الاستاذه رشا عبد المنعم. اهلا بك يا استاذه رشا. نورنا. وطبعا احنا معانا ضيوف تانيين بس مش هنعلن عنهم دلوقتي هنطلعهم مفاجاه. ايوه بس طلعوا في لحظه حاسمه بالظبط. بس في البدايه حابين نعرف من الاستاذه رشا، تكلمينا عن فكره العرض المسرحي، مرض الزهايمر، ازاي تناولتي قصه ابقى افتكرني عباره عن ايه؟ طيب هي ابقى افتكرني، يمكن ما هواش نص بدأ من فكرة مؤلف زي ما عادة باقي النصوص، لأنه كان مبني على أساس هو الورشة نفسها اللي عملها المخرج محمد فوزي في مركز الهناجر للفنون، لأن الموضوع متداخل قوي مع التكنيك بتاع العرايس اللي هو استخدمه واشتغل عليه. ففي جزء يعني هو طبعا أستاذ محمد فوزي اللي يقدر يتكلم عنه، لأنه هو عمل ورشة في مركز الهناجر للفنون خاصة بنوع معين، تكنيك معين من العرائس بيستخدم في العلاج عادة يعني مع الأطفال ومرضى التوحد وكبار السن، وهو خصص الورشة تحديدا للعرائس اللي ليها علاقة بكبار السن، وكانت فكرة الزهايمر جاية من عند محمد فوزي ومن الورشة. وكان الورشة نتاجها عدد من الحكايات، وطبعا هو هيتكلم تفصيلا بقى عن الورشه بعد كده، بس كان نتاجها تدريب على ارتجال، يعني جزء منه ارتجال، جزء منه تحريك، جزء تمثيل، جزء تصنيع العرايس نفسها. فالحقيقه انا الجزء اللي ليه علاقه بالدراما انا خدت الحكايات اللي ارتجلها المؤديين والممثلين اللي شاركوا في الورشه واشتغلت عليها، وكان معايا سهام سنية عبد السلام. سهام سنية عبد السلام هي كانت أحد المشاركين في الورشة، وهي دكتورة كبيرة وكمان مترجمة وكاتبة، واشتغلنا على صياغة الحكاية دي، وأنا عملت دراماتورج نهائي للحدوتة. المعالجة جميلة، تنفيذ بقى ممكن تعرفنا على الضيوف بعد إذنك تورينا كده الأستاذة نونة؟ يعني زي ما بيقولوا كده الصورة تساوي ألف كلمة. ده نموذج لمسرح العرائس المخصص للكبار اللي دلوقتي بيتعرض في ساحة مسرح الهناجر. أهلا بك يا أستاذة نونة. منورانا والله. أهلا أهلا. أهلا صباح الخير. أهلا أهلا. منورانا في صباح الخير يا مصر. قمر يا روحي. يعني. والله العظيم. قمر. عملت عكسني من الصبح. صباح الخير. طب يعني زي ما احنا شفت كده دلوقتي العروسه نفسها، احنا يعني انا عيني رايحه معاها. لا 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 مش انا. عيني رايحه معاها في شخص قاعد معانا. طب اكلمها ولا اكلم حضرتك؟ هي تردو مش عارفه اكلم مين فيكم. شايف ايه؟ طيب كلمني عن ماما نونا. الفكره العروسه، يعني احنا متعودين على مسرح العرايس ماريونات مابت انت، واحنا بنتكلم قبلها وقلت لي انه نوع الثالث اسمه other، عرايس مختلفه تماما، واحنا شايفين فعلا العرايس دي تقدر يعني تقنع حتى الحضور اللي موجود ان هي شخصيه الكبار يقدروا يتفاعلوا معاها ويتعاملوا معاها. كلمي اكتر عن الورشه اللي حضرتك بتقيمها او القائم عليها، وعن العرايس دي يعني، ومحتاجين ماما نونا كمان تتكلم. وحشتني. انا هخليها تتكلم بس استاذنك يا نونا. طيب اتفضل. اولا الدوره التدريبيه كانت تحت دعم ورعايه الاستاذ شادي سرور مدير مركز الهناجر للفنون. جميل. دي كانت اول يعني نواه لهذه الدوره، والدوره دي كانت متخصصه في الصناعه وفي ازاي الممثل كمان يبقى عنده ممثل اخر يقدر يتجاوب معاه ويتناقش معاه، ودي احد التقنيات اللي بتقدم يمكن في اوروبا او بشكل مغاير بشكل ما بعد الحداثه. يعني العروسه دي اصبح بقى ليها دور مش بس فكره الترفيه او فكره انها بتوصل رساله تعليميه، لا بقى اصبحت ليها وجود حقيقي تساعد. ليها دور علاجي يعني. بالظبط. تقدر تبقى وسيط علاجي، تقدر ببساطه شديده تتناول قضايا حساسه جدا، خاصه ان لما اكلم حد شبهي
يعني الطفل دايما في العرائس الماريونيت دايما بتبقى العروسه صغيره جدا. صحيح. فتناسب هذه الفئه العمريه. خاصه في عندنا بقى فئه عمريه احنا يمكن مش قريبين منهم كبار السن, أيوه. ومرضى الزهايمر, خاصه ان احنا كلمه الزهايمر بتعني فكره النسيان. لا النسيان عندنا شويه ليه معاني متطرقه شويه, نسيان السلوك, نسيان الحب, نسيان العلاقات اللي كان فيها شبكه علاقات جميله. بتصحي بقى ازاي ده بالمعالجه الدراميه بتاعتك؟ ده السؤال الاهم. السؤال طبعا ده كان للمتدربين, ده كان اول السؤال اللي اتسال لهم, ان هو في شخصيه تانية هتمثل قصادك, هتتكلم معاك, هيبقى فيها ليها قضيه هي اللي هتناقشها مش انت اللي هتناقشها. ازاي هذا الممثل بينقل كل مشاعر وكل احاسيسه وكل النرجسيه اللي موجوده اللي الجمهور بيبقى شايفها بيضعها ملك لهذه الشخصيه. طبعا الفكره اصلا بادئه من ان احنا ازاي نبقى موجودين مع هذا الوسيط, الوسيط اللي هو العروسه والاخر اللي هي الاسره كامله. تمام. ازاي نقدر نخاطب الرجل والمراه والجد والطفل في آن واحد, ودي كانت الحكايه اللي يمكن رشا الاستاذه رشا قدرت تصيغها في عرض ابقى افتكرني من مجموعه الحكايات اللي موجوده جوه. الدوره اسمها التمثيل والتصنيع بالدمى, وهذه العروسه بيطلق عليها الاذر او العروسه اللي بتعادل الممثل البشري, يعني بتعمل زي الممثل بالظبط, بتعيط وبتضحك وبتعمل كل التفاصيل. يمكن ده اللي مثير اكتر في هذا الاتجاه. وطبعا الراجل الكبير في السن احيانا بيبقى محتاج حد يعني يخاطبه ويكلمه. طبعا المشاعر والاحاسيس اللي بتبقى في اللي نحت فيها الزمن في الوش, يمكن العروسه دايما كمان. بنشوف الناس الكبار باين التجاعيد اللي موجوده عنده. أيوه. وتأملاته في وشه معموله ببراعه بصراحه. أيوه. فاحنا بنحاول كمان يبقى شايف فيها نفسه. يبقى قادر يشوف يمكن تزرشة مثلا في مشهد من المشاهد العظيمه للدينونه العروسة, في نونة حقيقية موجودة كمان في المشهد ده, يعني في شخصيتين بيواجهوا بعض في هذه اللحظة, أنا وأنا, اللحظات اللي أنا ممكن أكون ما كنتش قادر أقوم فيها قرار. طب ما تدينا مثال. أنا برضو يعني بالمثال اتضح الشرح, بنعمل إيه إزاي؟ يعني نونة مثلا كان عندها بعض الحاجات في حياتها, ممكن مشاكل كبيرة مع جوزها شلبي اللي اتطلقت وبقى عند وسابها وبدات تعيش حياتها وجابت مكنه عشان تشتغل عليها وتصرف عليها. يمكن ده ما قالتوش, فضلت محتفظه بيه طول العمر. لما قابلت بقى نفسها في نونة بقى في مصارحه. حتى نونة كانت بتقول لها طب انت هتاكلي, يعني بتقول لها ما تيجي نشرب نجيب عصير باين ولا صح؟ هجيب لك كل الحاجات اللي بتحبيها واجيب لك شوكولاته. فقالت لها الله, طب والسكر؟ قالت لها ما يجراش. يعني حتى الواحد بيبقى عنده حاجات محتاج يصارح فيها نفسه, بس يمكن دي مش قادر يحققها. شخصيه الزهايمر عنده تاريخ قديم قوي, التاريخ الحديث بتاعه مش موجود, فده اللي احنا بنحاول طول الوقت نستدرجه عند هذا الشخص. نرجعه تاني للافكار القديمه والذكريات القديمه والحاجات اللي كانت موجوده عنده, ابنه, زوجته, بنته. هي دي بقى اعتقد الصعوبه, يعني ممكن حد هو بيسمعنا دلوقتي يعتقد انه فكره انه يكون في قصه بالفعل موجوده وانا مجرد ان بيجي شخص يعيد صياغتها او بيكتبها بشكل دايلوج او بيكتبها بشكل حوار سهله, لكن بالعكس دي صعبه جدا, لان انا بضطر ادخل لتفاصيل التفاصيل واختار ما بين التفاصيل وارسم صوره, فالموضوع بيبقى اصعب بالعكس عما انا بكون ببني. صحيح. قصه من وحي خيالي انا اللي بحط تفاصيلها وانا اللي بحط الصوره ليها, زائد ان زي ما كان استاذ محمد بيتكلم في تفاصيل ما بين شخصيه بس شخصيتين في نفس الوقت, قدرتي تحصري كل ده ازاي وتوصلي للتفاصيل دي كلها ازاي؟ هو اصلا الموضوع بتاع المسرحيه اللي هو موضوع كبار السن ومرضى الزهايمر موضوع ليه حساسيه شديده جدا. والحقيقه انه يعني مش بس عند اللي يعني كلنا بطريقه ما عاصرنا تجارب انه ناس في اهالينا كبروا ووصلوا للسن ده, بعضهم اصيب بالزهايمر, بعضهم حتى لو ما اصيبش بالزهايمر. يعني نونة عندنا ما عندها الزهايمر, نونة عندنا عندها مشكله انها فاكره كل حاجه زياده عن اللزوم وانها مش عارفه تتسامح مع حاجات كتير حصلت لها. ويمكن اللي استدعى فكره ان احنا نقسم الشخصيه على شخصيتين, واحده بشريه حقيقيه
وشخصية العروسة هو إزاي ممكن هي تعمل حوار مع نفسها وتوصل في نهايته أنها مسامحة نفسها. فالفكرة نفسها استدعت طبعا بحث كبير جدا من في مجال كنت استعنت علم بصديق النفس، استعنت بطبيب، استعنت بطبيب نفسي، قرايات كتير، وكان لينا طبعا أصدقاء أطباء استعنا بيهم وسألناهم ومتخصصين حتى في الجزئية دي تحديدا، وناس ليهم علاقة بعلم الاجتماع برضو استعنا بيهم. إلى جانب أنه أنا يعني أنا شخصيا كان عندي تجربة مع الزهايمر مع والدي الله يرحمه في نهاية فترة حياته، فقد إيه الموضوع يعني كان مشحون عواطف وانفعالات ومحتاج مساحتي الحقيقة. يعني زي ما حضرتك قلت الموضوع مش سهل، لأنك بتحتاجي أولا أنه تعملي مسافة ككاتبة من أنك متورطة عاطفيا في الموضوع عشان تقدري تناقشيه بجد وتعرفي أنت متوجهة لمين بخطابك. احنا متوجهين في العرض هنا لفئتين، كبار السن نفسهم وأسرهم اللي ازاي بنتعامل معهم ازاي. ده السؤال الأهم، لمستي نتائج؟ لقيتي على الأرض استجابة من مرضى كبار السن عندهم مرض الزهايمر؟ الحقيقة ان احنا في جمهورنا في جمهور كتير بيجي من كبار السن وبيجوا يشوفوا العقد اكتر من مرة، وفي كمان يعني فوجئنا بتعليقات كمان من الناس بقى العادية. يعني في كومنت يعني انا تأثرت جدا وفوزي تأثر جدا بيه، واحدة كانت كاتباه على بوست خاص بالعقد، قالت ان انا جيت حضرت العقد اكتر من مرة وبسبب العقد ده قررت افتكرت جارنا العجوز وخدت ولادي، جارنا في بيتنا القديم، وخدت ولادي ورحنا زرناه، وازاي ان هم لما راحوا له هو قد ايه كان فرحان بزيارتهم. البوست ده اثر جدا. هو ده دور الفن بشكل عام، واحنا بنتكلم عن نوع الفن ده تحديدا المسرح، المسرح التفاعلي ونوع العرايس حتى المستخدم والطريقه المستخدمه بتتطلب فنان عنده مواهب طبعاً. عنده موهبه حقيقيه قادر ان هو يستخدم كل يعني خلينا نقول ايه كل اليه عنده انه يقدر يطلع موهبته، الصوت، طبقه الصوت، طريقه اللغه صحيح. الجسد، كل حاجه تقدر ان هو لازم يستخدمها عشان يقدر يوصل للمشاهدين الموجودين في المسرح ده، كمان بالاضافه لطريقه السرد وطريقه الحكي ونقل المشاعر، مشاعر حضرتك ومشاعر اصحاب القصص اللي نقلتيها. الموضوع صعب مش سهل، واضح انه لاقى الحقيقه نجاح كبير جدا وتفاعل كبير جدا. احنا سعداء جدا بوجودكم معانا طبعا، وسعداء ماما نونا كمان نورتنا في استوديو السبعه. نورتينا يا ماما نونا، قولي اي حاجه. والله انتوا منورين، صباح الخير عليكم، ومستنيينكم بقى في ابقى افتكرني. انا نونا. كل سنه وحضراتكم طيبين، نورتونا. شكرا جزيلا. كده مشاهدي الكرام تكون خلصت حلقتنا النهارده، كنا مع بعض على مدى 3 ساعات، كنت انا مصطفى كفافي وكان بصحبتي زميلتنا جمانة ماهر وكان ايضا معنا زميلتنا دينا شرف. نشكركم طبعا جزيل الشكر، كل سنه وحضراتكم بألف خير، صباح الخير عليكم، صباح الخير. صباح الخير.